اهلا بيكم. والله بتوحشوني كده من الخميس للخميس، يعني الواحد بيقعد كده يدور على اخبار الاسبوع، الموضوعات اللي تدخل على نفس حضراتكم البهجه يعني او السرور، ويبقى فيها افاده ليكم. لكن تعمل ايه لو جات لك حكومه دكتور مدبولي وقالت لك يا مواطن اقصى وقت تقضيه وانت بتستحمى تحت الدش وتحديدا في الشتاء هو 5 دقايق، ده اخرك ولا هنقطع عليك العمل. ده حكومه هولندا بعتت رساله لكل مواطني هولندا، بس ما كانتش رساله جبريه كده بالجبر، قالت يعني لو سمحتم احنا داخلين على ازمه طاقه جديده، وانتوا لما بتشغلوا سخان الغاز بالربع ساعه وبالنص ساعه وملالي البانيو واقعد فيه والكلام ده انتوا بتضيعوا الدنيا، فلو سمحتم ابداوا عودوا نفسكم انكم بتستحموا 5 دقايق بس. انا اعتقد يعني هذه حكومه هولندا وده عاملاه علشان الطاقه، لو حكومه دكتور مدبولي عملت كده هنطلع على الفيسبوك ونقلس ونتريق يعني. لكن العالم فعلا داخل على ازمه طاقه، ازمه طاقه رهيبه جدا بسبب طبعا الحرب الروسيه على اوكرانيا. لكن النهارده يا مؤمن كان يوم 15 سبتمبر الموعود، احد الزملاء الاعلاميين قال على الهوا للناس يلا ننزل، اللي معاه دولار يروح يحطه في البنك يبيعه ويرجعه، لان يوم 15 انا بنصحكم نصيحه لوجه الله الدولار ده هينهار. عايز اقول لكم مفاجاه ان 15 سبتمبر النهارده الدولار سجل اعلى سعر ليه، هو اعلى سعر اتسجل من 6 سنوات كان 19.56، النهارده الدولار سجل في البنوك المصريه البيع 19.45، يعني هو امبارح كان قافل على 19.38 النهارده 19.45. طبعا البعض بقى على مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا للزميل يعني احنا تصورنا الدولار بخمسة جنيه النهارده. هنا ده بيفتح موضوع مهم جدا، ان ما ينفعش انا كاعلامي وكصحفي اطلع على الراي العام اقول حاجه من دماغي كده. لو كان ليها مصدر كان لازم يطلع يقول مين اللي قاله. يعني انا لو قابلني مسؤول في البنك المركزي ولا مسؤول اقتصادي بارز في السلطه وقال لي قول للناس كذا كذا، هقول له حاجه واحده، انا هقول على لسانك قال لي فلان الفلاني بحكومة الدكتور مدبولي أن الدولار يوم 15 سبتمبر كذا، حتى لا أفقد مصداقيتي لأن أنا هنا على عهدة القائل. لكن الزميل طبعا خدته الجلالة وراح قايل لا في إيه بقى الدولار هينزل هينزل، رغم كل المؤشرات من زمان يعني مش من دلوقتي بترى أن الدولار في حالة صعود. وهقول لك ليه في حالة صعود بالمناسبة. ما يفعله البنك المركزي الآن هو حاجة اسمها التعويم. طيب في نوعين من التعويم، تعويم يعني ان انت ترمي الجنيه في السوق وتشوفه هيعمل ايه قدام العملات الاجنبية، في تعويم مرة واحدة زي ما حصل في 2016 نمنا الدولار كان ب8 جنيه صحينا راح عامل 20 جنيه، ابتدى يتراجع بعد كده. الخضة دي لو اتعملت دلوقتي الوضع الاقتصادي للمصريين وللدولة المصرية لا يسمح بالمغامرة دي. فالبنك المركزي بيعمل ايه؟ تعويم مضار. مضار يعني ايه؟ كل يوم تاتا تاتا كده يزود لك الدولار قرشين 3 قروش. ده نهج البنك المركزي هيستمر عليه فترة. طبعا ده في عيب، ايه هو؟ عيبه انه كل واحد مكتنز الدولار او كل واحد عايز يستثمر ويبني حساباته عايز يعرف هو اخر الدولار كام بقى اللي هو عايزين نخلص، عايزه ب 22 يبقى مره واحده 22 ونخلص. لكن وجهه نظر البنك المركزي انه ما يقدرش مره واحده يطلع بهذا الرقم، دي مدرسه ودي مدرسه. لكن ان حد يخرج على حضراتكم ويقول لكم الدولار هيتراجع لن يحدث ابدا. ليه؟ لان من اول انا حضرتك موعيت على الدنيا وجد حضرتك وقع الدنيا وانت حضرتك برضو هتلاقي ان الدولار دائما في تصاعد، وكل من 5 إلى 7 سنوات بتحصل ازمه في سعر صرف العمله. ايه مشكلتنا؟ مش الدولار بالمناسبه،
تعرف ايه مشكلتنا؟ اننا نستورد تلتين ما ننتجه. يعني احنا بننتج 35% من احتياجاتنا ونستورد 65% من احتياجاتنا ونصدر اقل مما نستورد. هيدي الكارثه. لو انت صادراتك اعلى من وارداتك وانتاجك اعلى من استهلاكك، هتقعد على اي قهوه يا عسل وتحط رجل على رجل ولا يهمك الدولار هيبقى بكام. هذه حقيقه؟ نعم هذه حقيقه. يبقى احنا ما يهمناش سعر الدولار طول ما انت بتنتج اكثر مما تستهلك. طب دي يعني وصل لها ازاي يا حاج خير؟ لا، رزق ورزقه على الله. اكيد مش احنا في الجيل اللي هيلاقي ده. ده انت طوال القرون الماضيه وصلت ال 35%. شوف بقى كل الحكومات اللي جت والحكام وال وصلت، لان انت بتنتج 35% من احتياجاتك. لكن انت عايز توصل ل 60% ل 70%، محتاج كلام تاني خالص، كلام تاني وشغل اقتصاد على ابوه. بس تقدر؟ اه تقدر. هتاخد خطة. طول ما احنا كحكومة وكشعب وكسياسات اقتصادية لا نهتم بصادراتنا اكتر من وارداتنا، وان احنا نزود انتاجنا، كل شوية هنقع في ده لحد ما هنلاقي الدولار ده ب 100 جنيه، لا قدر الله. بس وارد يحصل. صدر يا باشا وحط رجل على رجل، عمر الدولار ما هيعمل معانا حركة لا مؤاخذة. واستهلك وانتج اكثر مما تستهلك، لكن غير كده هنقع في الأزمة دي على طول. وبالتالي اي حد يقول لك الدولار على مدى الأعوام القادمة هينخفض، قول له لا مش هيحصل. انا بقول لك اهو ليه، انا بكلمك كلام علمي، بقول لك ليه مش هيحصل الدولار هيتراجع. لانه عمره ما تراجع، عمره من ايام ما كان بربع جنيه ايام افلام اسماعيل ياسين، وقامت الثورة كانت بحاجة واربعين وخمسين وسبعين قرش واتنين وتمانين قرش وجنيه، ده كان في اول الثمانينات بالمناسبة. يعني في 40 سنة الدولار طلع من جنيه لعشرين جنيه، 20 ضعف. متخيل يعني ايه 20 ضعف؟ فبالتالي فكرة اللي الدولار ينخفض، لا. وانا حتى توقفت امام تصريح زميلي الاعلامي، يعني ايه اللي هيحصل في خلال شهر مثلا؟ هل صادرات اولا، انت عشان تهبط الدولار ده انت عايز لك من 50 ل 70 مليار دولار يدخلوا حالا خزانه البنك المركزي ويبقوا بتوعك كمان. وهل ده في حد هيحصل كده؟ لا طبعا. ولو حصل هيحصل في شهر؟ لا مستحيل طبعا. يبقى بالتالي ده كلام يعني، والخبراء اللي سابوه ما حدش علق يعني. وعايز اقول لك الشعب واعي يعني عايز تغريني واحط الدولار عندك، خد بنصف القيمه، اديني شهاده ووديعه بنصف القيمه اللي انت بتقترض بيها. يعني انت بتقترض من الخارج ب 7 و8%، قول لي يا مواطن تعالى حط دولارك في البنك وهدي لك 4% سنويا مثلا. لو انت عايز تغري المصريين اللي في الخارج، بس حط لي الوديعه دي يا مصر يا مواطن لمده 5 سنوات. انما تلعب على فكره فزاعه والحق، لا خلاص بقى. عارف ليه المواطن المصري هيقول لك يا اما ده اتعرضت بول؟ فكك، عمر الدولار ما هينزل، لان كان قدامه ايضا سوق سودا شغاله الدولار فيها مرتفع يعني. لكن اتمنى لن ننجو من هذا المشهد الا بمزيد من الانتاج، مزيد من التصدير، تصنيع، تشغيل، انتاج. اي كلام غير كده انساه. وفي حلقتنا النهارده هتلاقي في حاجات ايجابيه بالمناسبه، وهقول لكم عليها في وقتها. بس لازم اروح لزياره السيد رئيس الجمهوريه الى دوله قطر. انا ما فيش على راسي بطحه، يعني أستطيع كإعلامي أتحدث عن قطر بملء الفيه، ولا يوجد لدي علي فيديو بيتقال فيه كيت وكيت وكيت في حق قطر. اللهم إلا مرة واحدة فقط طوال 8 سنوات وكنت متجاهل قطر تماما. 8 سنوات لم أذكر قطر ولم أهاجم حكومة قطر وأمير قطر إلا مرة واحدة فقط.
مرة وأنا قلت فيها كانت على شاشة القاهرة والناس، ماليش دعوة بصراع سياسي وخلاف بين دولة قطر وجمهورية مصر، حتى لو كانت بين حاكم قطر ورئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن فاكر ان انا كنت مريض وقعدت اسبوع في البيت، وكنت بطالع كده قناه الجزيره، فشفت كم من التربص، نشرات الجزيره بالكامل بالكامل، وانا كاعلامي يعني افهم ده، اعلام موجه لمزيد من الفتنه، مزيد من الانقسام داخل الشارع المصري، احباط الناس. فطلعت وجهت رساله للامير تميم يعني، وكانت رساله حاده وقاسيه. قلت له يعني هو انت هتستفيد ايه لما 100 مليون يتخرب بيتهم ومسلط علينا القناه دي ليل نهار؟ لكن ان انا قلت اخرج بشتيمه هنا او هناك او كذا، لا. انا بقول لك هذا هو الفيديو الوحيد ليا على قناه القاهره والناس منذ حوالي 3 سنوات. فاكرين الفيديو الشهير بتاع قناه الجزيره لما يجيبوا ناس كده وماسكين صفيح ويسقط الحاكم ويسقط رئيس الجمهورية وثورة ثورة اللي هو عايزين إشعال موقف؟ ده فكرة 100 مليون دي الواحد بيحطها دايما في حسابه يعني، يعني إدارة دولة وفيها 100 مليون ما ربما تميل إلى التأمين ده أكتر من المخاطرة يعني. وطلعت وجهت رسالة يوميها إلى الأمير تميم. فبالتالي النهاردة أنا ما عنديش قبل وبعد، وما عنديش فيديو قبل وبعد، وما عنديش حرج في ان انا اتحدث عن دولة قطر. هي في النهاية علاقة عربية عربية، قطر فاعلة دلوقتي في المشهد، بس الاهتمام الاعلامي بزيارة الرئيس السيسي لقطر كان اهتماما اعلاميا اقتصاديا، ووجهة نظر الشخصية، وربما يشاركني فيها الكاتب الصحفي عماد الدين حسين النهاردة في مقاله في جريدة الشروق، بأن هناك ملف سياسي أهم في هذه الزيارة، لأن ما هو اقتصادي ممكن أن يتم بصورة أو بأخرى بين رؤساء الوزراء في الدولتين يعني. لكن أعتقد أن الملف السياسي، التواجد التركي في ليبيا، القمة العربية القادمة، عودة سوريا إلى القمة العربية، ملفات بهذا الشكل أثيرت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم. ففي جانب في الزيارة أهم من الجانب الاقتصادي، بعيدا بقى عن التعليقات ومش عارف إعلاميين قالوا إيه. سأحتفظ الحمد لله بإني كإعلامي يعني مهني ومحترف، ما أنا ما باخدش في هذه الأمور لسبب بسيط جدا. في درس اتعلمناه في مبادئ علوم السياسة اللي كان بيدرسها لنا دكتور بطرس غالي، بطرس غالي اللي هو كان سكرتير عام الأمم المتحدة، والدكتور خير عيسى عليه رحمة الله، عليهما رحمة الله، كان بيقول لك القاعدة الشهيرة في السياسة: لا توجد صداقات دائمة ولا توجد عداوات دائمة، مفيش، ولكن توجد مصالح دائمة، أينما تكون المصلحة تلاقي العلاقة. يا راجل إسرائيل أنت صلحتها يعني، فكون أن أنت هتصل إلى هذا المشهد هذا متوقع. طال الزمن أو غاب بالمناسبة. أنا عايز أقول لك مصر صحيت في عهد الرئيس السادات بعد عام 77، نامت صحيت لقى كل الدول العربية قطع على كتبها ما عدا 3 دول، السودان، سلطنة عمان، ودولة أخرى أعتقد موريتانيا، وبقية الدول العربية قطعت. هنطلع بقى نشتم إحنا في كل الدول العربية؟ عايز أقول لك بعد كده عادت العلاقات بعديها بهذا الانقطاع ب4 سنوات فقط، عندما تولى الرئيس الراحل حسني مبارك رئاسة الجمهورية. أتمنى أن تكون علاقات مصر بكل الأطراف في المنطقة، بيسموها كده في السياسة زيرو مشاكل، ما بقى زيرو مشاكل. قطر حافظت على حافظت على التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية بينها وبين مصر طوال 8 سنوات اللي مضت. وعايز أقول لك في ظل مثلا تركيا كانت بتبث قنوات معادية ضد مصر بيمولها الإخوان، كانت العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وتركيا في أعلى قمته.
الدول عارفة المصالح، ما تقدرش تقول لك ايه الدول ان مسيرنا في يوم من الايام هنتقابل سياسيا، بس الا المصالح الاقتصادية، لان العالم لا يتحدث اليوم الا اقتصاد يعني. فرأيي ان الاقتصاد لم يكن هو القضية الابرز او الاهم على مائدة مباحثات الرئيس السيسي والأمير تميم، ولكن الأبرز أو الأهم هو كان المشهد السياسي في ملفات أكيد بيتكلموا فيها، في تواجد لجماعة الإخوان على أرض قطر بالمناسبة، ممكن يكون دار حوار في الغرف المغلقة بين الزعيمين، وارد كل حاجة يعني، هتبان بقى في قادم الأيام يعني. لكن أتمنى أن تكون علاقة مصر بكل الدول زي ما بنقول زيرو مشاكل. يبقى لسه الملف التركي هو المعلق يعني. في موضوع ترددت حتى أن أنا أناقشه مع حضراتكم، هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بوست متداول، و رغم تداوله لا يوجد مصدر، والمفروض لما يكون في مصدر فيبقى سهل التداول وسهل الانتشار، لكن تدور على كل المواقع الموثوق فيها ما تلاقيش هذه الواقعة، ورغم ذلك تنتشر أكتر. ده معناه أن هذا البوست الذي لا يستند إلى واقعة حقيقية يجد هوى وصدى عند كل الناس اللي بتشاره. البوست ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان هناك اخ لفتاة توفاه الله، لكنه حرم اخته من ميراثها الشرعي عن ابيها، فذهبت الفتاة ووقفت على قبر اخوها، واثناء دفنه راحت قايله ايه؟ اللهم إنك تعلم أنه حرمني حقي في ميراث أبي وهو بين يديك الآن، اللهم احجب عنه رحمتك. طبعا الدعاء ده مزلزل، ده دعاء مزلزل، دعاء يخلي الناس تراجع نفسها. هعتبر إن القصة غير موثقة، لكن انتشار البوست بيقول أنه يعبر عن واقع نعيشه، وأن هناك عائلات بأكملها تغتصب حقوق الإناث في الميراث، وأن احنا لحد النهاردة 2022 بناكل حق البنت في الميراث قولا واحدا. وعندنا في الفلاحين الأب يبني البيت يقول لك ده لولاد الذكور، طب يا عم البنت يقول لك بقول لك ايه، انا ومراتي اهو قاعدين في الدوار الارضي ده، البنات يبقوا يجوا يقعدوا فيه اي بنت تغضب، بس انت عمال ترفع لولادك شقق والكلام ده. يقول لك لا، هي قاعده مع جوزها وجوزها ده ليه ارض، بس حبيبي هي ما بتتفسرش كده، افرض اتطلقت، افرض اي حاجه، ده حقها الشرعي. اذا هناك افتئات وتعدي على حقوق الميراث للأنثى في مجتمعنا المصري، وتلاقي الراجل عمال يعمل عمرة بالمناسبة ويحج وهو مش مرجع الميراث لأخته. فأنا رأيي أن هذا البوست متداول ومنتشر علشان يعبر عن حقيقة واقعة في مجتمعنا، وأن هناك آكلي ميراث البنات أو السيدات أو الإناث، ورغم الأزهر حذر وكلام. هذا الدعاء مرعب، بمعنى إيه؟ ودي رسالة بوجهها لأي حد واكل ميراث أخته أو أمه أو جدته أيا كان يعني، أي أنثى أكل ميراثها بحكم العصبية وإنه جديد كده، بقول له تخيل نفسك، تخيل القصة دي حقيقية، وتخيل نفسك وانت نازل بيدفنوا حضرتك كده، وانت لا حول لك ولا قوة، خرجت من الدنيا يا مولاي كما خلقتني بالكم متر قماش اللي انت واخده والقطنة. عايزين بقى نسألك سؤال، هتعمل ايه؟ فادك الميراث اللي انت كلته عن اختك؟
فادك ميراث اختك اللي انت حطيته في بطنك؟ فادك؟ هتكون ايه بقى يا عسل؟ بين يدي المولى. وخلاص بقى هتيجي تقول طب يا رب رجعنا، رجع الميراث، خلصت يا باشا. هو ربنا قال كده؟ مفيش، خلصت. فارى ان هذا البص لا نشيره، ونكتب فوق تحذير لكل شخص واكل ميراث الاناث في مصر. كل بنت ليها حق، لازم تاخده، وتاخده تالت ومتلت كمان وهي حط رجل على رجل. دي حقوق العباد اللي ربنا حددها. لكن بقى ازاي انت تورثي في الارض؟ ماشي يا سيدي، انت مش عايز اختك تاخد الطين بتاع ابوك؟ ما فيش مشكله. تمن الفدان كام؟ 200,000، 500,000، رجع لها تمن الفدان. انما تغمز ايديها في 10 بواكي؟ لا، هتروح من ربنا فين؟ ما عيش لا في الدنيا، ما عيش. راحلون راحلون بس. فتخيل نفسك اهو في هذا المشهد اللي على الشاشه. فتلاقي واحده اختك مثلا داعي عليك دعوه ما فيهاش، وقد يستجيب لها الله. ليه؟ لانها دعوه مظلوم، ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تخيل بقى اختك تقف على قبرك كده تقول لك اللهم احرمه من رحمتك، ولو ربنا بقى استجاب في ساعتها الليله خلصت. فهي دعوه كده، وبكره الجمعه، وان ونيه خير. وقول انا قررت بعد ما سمعت المصر افندي ان انا ارجع ميراث اخواتي البنات، وحض الله يا عم واستسمحهم. ده انت كمان مش هترجعهم؟ طب تعالي خدي بقى، انا قرفان من امك. لا ده انت هتجيبها وتعتذر لها وتقول لها اتفضلي، ولو عايز الحق والعدل تعوض عن السنين اللي فاتت. يعني لو كان تمن الفدان 500,000 وانت حرمها بقى لها 5 سنين، تدي لها الفوائد بتاعت ال 500,000. تخيل حقها. مش لو كانت حطيته في البنك كان كسبت قرشين؟ مش لو كانت عملت تجاره كانت كسبت قرشين؟ زعلان ليه من الحق؟ ده الحق بتاع ربنا. المعامله في الاخره ما فيهاش ياما ارحميني، اسمع كلام اخوك، انت حر. لكن قلت لكم في بدايه الحلقه في اخبار حلوه عايزين نتكلم عنها. مصر لما حسب فهم المتواضع في الاقتصاد، مصر لما عملت ترشيد للاستيراد، هو مش ترشيد قوي يعني، هي منعت من الاخر. مصر سوق كبير 110 مليون. ففي بعض الشركات الاجنبيه قالت الليله كده شكلها مظلمه في مصر. طب ما اقول لك ايه؟ بدل يا عم ما نصدر لهم، ما تيجي نصنع البتاع ده عندهم في مصر، السلع اللي احنا بننتجها. ونتج عن ده ان في 9 شركات أجنبية التقاهم السيد رئيس الوزراء في مبنى هيئة الاستثمار يوم الاثنين الماضي، والكل أعلن عن ضخ استثمارات في مصر. في شركة مثلا يابانية، أتمنى أقرأ اسمها صح، سومي تومو مصر اليابانية، تنشئ أكبر مصنع للضفائر للسيارات، لضفائر السيارات في العالم. بص، هي بتنشئ اكبر مصنع. الصوره الحلوه دي اللي تشرح القلب دي اللي احنا منتظرينها بقالنا 7 سنين، بمصر باستثمارات 100 مليون دولار. ده كلام حلو. عارف يعني ايه دول يجوا يشتغلوا عندك هنا؟ عمله صعبه دخلت بلدك، هيشغلوا ولاد بلدك، هيدفعوا تامينات، هيدفعوا كهرباء، هيدفعوا ضرائب، هيصدروا للخارج، هيجيبوا لك عمله صعبه. في كمان حاجة أهم من كده، وهو إن أنت بتعرف النو هاو، بتتعلم. إحنا أنا عايز أمسك في ال9 مستثمرين دول، عايز أسهل لهم كل حاجة. مبسوط إن السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قابلهم بنفسه، ما سابش الموضوع ده الوزير ولا الرئيس، علشان يأكد ويقول أنا رأس السلطة التنفيذية أهو، أنا مستعد أساعدكم بأقصى جهد. تعالوا نروح لمهندس بهاء عدلي، رئيس جمعية مستثمري بدر. مساء الخير مهندس بهاء. مساء الخير يا أستاذ محمد. ماذا يعني إن 9 شركات أجنبية
عايزين يستثمروا في مصر وينتجوا بعض منتجاتهم اللي كانوا بيصدروها لنا. طيب، هو طبعا يعني ان مصر بوابه لاسواق اخرى، ده اول حاجه اقدر افهمها، انه لان انا لما بصيت على الخبر، وانا الحقيقه متابع الكلام ده، ان هو مش من النهارده، الشركات دي بقى لها شهور عندها خطط انها تعمل المصانع. نعم. بس لو بصينا على المصانع دي هتلاقي كل المصانع هدفها التصدير. طبعا لما يبقى هدفها التصدير يبقى على طول بيدينا مسج ان مصر بوابه، وهي فعلا مصر بوابه افريقيا. ان افريقيا السوق الافريقي سوق كبير جدا، وسوق سواء شمال افريقيا او افريقيا بالكامل يعني، بس ليها بوابات، ليها بوابات مهمه جدا. لكن كمان لفت نظري المره الثانيه انه بدانا نبقى بنسمع عن انه رئيس الوزراء والقياده السياسيه، حتى رئيس الدوله بيتكلم على التصنيع، بيقول انا رئيس الدوله بيقابل رؤساء شركات. بالظبط. انا عايز اقول لك البعض بينتقد ده على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا ارى عكس ذلك، لان رؤساء امريكا كانوا بيسافروا عشان يجيبوا فرص عمل واتفاق على بضاعه امريكيه مثلا. مش بس رؤساء امريكا، رؤساء كل الدول الصناعيه هم اللي بيفتحوا الاسواق بتاعتهم. صحيح. يعني احنا طبعا ده شيء طبيعي، اول مره بقى احنا بنشوف الكلام ده في مصر. علشان كده احنا عندنا تفاؤل كبير انه اذا كان رئيس الدوله بيتكلم على ملف الصناعه، واذا كان رئيس الوزراء بيقابل الشركات وبيتابع معاهم وبياخد قراراته وهو قاعد على الترابيزه علشان يذلل العقبات، ده كلام لاول مره بنسمعه. الحاجه الثالثه يا استاذ محمد اللي حضرتك قلته بالظبط، هو ده مش قابل لاي تفسير، يعني مش قابل لاي تفسير غير ان في استثمارات اجنبيه مباشره جايه تقبل لي فرص عمل وتزود لي التصدير. انا بقى مش قادر افهم النقد بيجي منين. يعني ثقافه المجتمع دي لازم تتغير، لازم النقد اللي هو ايه مهندس بهاء؟ النقد. والله اي حاجه انت هتعملها هتنتقد، بس احنا عايزين وحضرتك معايا نشرح للساده المشاهدين ان الاستثمار الاجنبي في مصر طوال سنوات مضت بما فيهم السبع سنوات الماضيه كان بيجي في حاجتين، حاجه اسمها اذون خزانه هوت ماني، او استثمار في حفر الابار البتروليه. بس حد يجي يضخ لي كده بشكل مباشر فلوس في مصانع كده، هو ده اللي انا كنت بتنشى عليه وغيرنا يعني. فاحنا امام لقطه يعني بمليون كلمه زي ما بيقولوا. اتمنى ان السيد رئيس الوزراء يتابع كل يوم ان الناس دي اتحلت مشاكلهم عشان ما نطفشهمش، وحضرتك ادرى بالتطفيش يا مهندس بهاء. ايوه. بص يا استاذ محمد، لما انا اجي اعمل وديعه، لاحظ حضرتك ان دلوقتي احنا بنقول احنا دول احنا مش عايزين هوت ماني، يعني مش عايزين استثمارات. لا خلاص اتعلمنا بقى، ولا حتى عايزين وبايع في البنوك، احنا عايزين استثمارات. ليه؟ لان استثمارات انت بتدفع فلوس في اصول، لما بتحصل ازمات انت جزء من الازمه، انت مش هتاخد فلوسك وتجري. يعني حضرتك لما حصلت الازمه اللي حضرتك شفتها دي، اللي ليه فلوس خدها لانها فلوس سايله يقدر يسيلها فورا. لكن لو انا ليا اصول، لو ليا مصنع ومعدات وادوات، هاخدها امشي ازاي؟ عشان ابقى انا برد على الكلام ده ايه؟ لما يجي مثلا صندوق سيادي من دوله خليجيه تقول انا اشتريت مصنع الومنيوم، مصنع الالومنيوم دوت حضرتك ما اتطورش بقاله 30 سنه 35 سنه، والتطوير ده اساس الصناعه، والالومنيوم ده مثلا مدخلات لصناعه اخرى. فده خبر لما بيبقى موجود في اي دوله في العالم بيتعمل له مانشيتات وبيتعمل له حلقات كثيره جدا، لانه انتصار كبير جدا. انا بقى افاجئ ان الكلام بيتقال على ان الدوله بتبيع اصولها. هستسمعك مهندس بهاء. انا هنا ما اقدرش اهاجم او انتقد اللي هاجمه بيع مصنع الالومنيوم او غيره او الحديد والصلب، لسبب بسيط: غياب المسؤول اللي يطلع للرأي العام يقول لهم وضع مجمع الألمنيوم كذا، الصورة كذا، فإحنا كان أمامنا إما كذا وإما كذا، يعني يشرح للناس. بس كل اللي بيعمله المسؤول هو يروح مطلع لك خبر صندوق سيادة إماراتي يستحوذ على كذا في المية. طب ما أنا عايز أعرف، طب اشرح لي يعني. لكن انت دلوقتي البيت بعد وفاة الأب، جه الأخ الكبير قال أنا بعت البيت، طب اشرح تكلفة صيانة البيت عالية. طيب، هو اللي حضرتك بتقوله كلام مظبوط، بس خليني أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ محمد. أصل أنت، إحنا مثلا لو خلينا نتكلم على حديد الصلب هيبقى أوضح.
هيدي الصلب. احنا عندنا شركات قطاع اعمال او قطاع عام، لان الاقتصاد في العالم كله بيتغير من عصر لعصر. يعني في عصر مثلا في الخمسينات كانت الدول هي اللي بتعمل الصناعات، بعد كده حتى الصين اللي هي مصنع العالم دلوقتي كانت هي اللي تملك المصانع. في عصر اخر بقى القطاع الخاص هو اللي بيملك، لانه اكثر فلكسبيليتي واكثر تطويرا. نعم. لو حضرتك ما اتطورتش باليات العصر خلاص انت بتبقى بتتراجع بشكل كبير. هدي لحضرتك مثال، ويا رب المثال ده انا ما بتكلمش فيه على الوجه السياسي خالص، انا بتكلم على الوجه الاقتصادي. الدخيله، مصنع الدخيله ده كان مصنع قطاع عام. لما تحول الى قطاع خاص بقى من اكبر مصانع العالم. ليه؟ لانه تطور. انت عندك بقى الدخيله دلوقتي من اكبر مصانع واكثر مصانع متطوره. ليه؟ لانه دخل القطاع الخاص واشتغل باليات العصر. ده اللي انا بقوله على مصنع الالومنيوم. طبعا انا مش عايز اقف بقى عند الحديد والصلب والالومنيوم كمصانع قطاع عام، ده انا بكلم صناعه. الصناعه دي صناعه بتعمل لك مدخلات لصناعات اخرى كثيره جدا. يعني شوف كم مصنع حياتك في التسع مصانع اللي حياتك بتتكلم عليهم، كم مصنع محتاج مثلا انتاج مثلا. فلو انا عندي الصناعه دي انا عمقت، ما التعميق معناه كده صحيح. انا صحيح. بعمل اربع عمليات، اعمل خمسه، اعمل سته، اعمل سبعه، لغايه لما ادخل على الخامات الاوليه. طيب خلينا نقول برضو مهندس بهاء ان وصول التسع مستثمرين لمصر هي رساله ايجابيه ايضا لمستثمري العالم. يعني طبعا العالم والمصر كمان. خلي بال حضرتك يا استاذ محمد، افرض ان انا دلوقتي مش مقتنع ان المصانع دي تيجي مصر، وبعدين بكره ابني اشتغل في المصنع ده وتطور. اللي حصل ايه؟ انا طورت فكري، انا كنت فاهم غلط وفهمت صح. ده اول اعتبار. ثاني اعتبار ان اللي هيتخرج ممكن عدد من اللي اشتغلوا في المصانع دي يخرجوا يعملوا مصانع مغذيه للمصانع دي وهكذا. صناعه بتعمل صناعه. اذا هي خطوه ايجابيه بكل المقاييس. طبعا مفيش كلام. اشكرك مهندس بهاء عدلي رئيس جمعيه مستثمري بات، ونطلع فاصل ونشوف هذا التقرير عن جهود الداخليه لمكافحه عمليات النصب والاحتيال. تواصل وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط خمسة تشكيلات عصابية في الإسكندرية والجيزة والبحيرة وسوهاج والغربية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 28 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم امتنعوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، تمكنت الإدارة من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية بالمنيا والإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من عملاء البنوك بطرق احتيالية واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني أو سحب مبالغ مالية منها، وقيام عناصر هذه التشكيلات بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، حيث قاموا بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من مواطنين بهذه الطرق الاحتيالية. كما تمكنت الإدارة وبعد رصدها تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية. تمكنت من ضبط وكيل التطبيق للتسويق الذي اعترف بنشاطه الإجرامي، حيث يقوم بحث المواطنين على الاشتراك في التطبيق وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية، وقدرت المبالغ المستولى عليها بهذا الأسلوب الإجرامي بمليون ونصف مليون جنيه. وفي إطار مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية بالغربية والمنيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بما يعادلها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي بلغ أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف جنيه.
كما تمكنت الإدارة من ضبط 9 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال حملات شنتها بعدد من المحافظات بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت أكثر من 15 مليون جنيه. الحكومة وافقت في اجتماعها الأخير على أن مصلحة سك العملة تطلع عملة فئة 2 جنيه. عايز أقول لك في عملات كتيرة في العالم برضو فئة الاتنين يعني. لكن إيه الهدف؟ يعني هل بنوفر يعني المعدن اللي احنا بنطبع عليه الجنيه مثلا؟ هل ده تعبير عن التضخم؟ هل تعبير على ان الجنيه في حد ذاته ما بقاش موجود؟ ده كده الربع والنص خلاص ما بقاش ليهم لازمه يعني، ولا ايه؟ ولا ده توجه عالمي العالم بيميل لده؟ تعالوا نروح للواء حسام خضر رئيس مصلحه الخزانه العامه وسك العمله. مساء الخير اللواء حسام خضر. مساء النور يا فندم. انا مساء. لماذا كان سك عمله جديده ب 2 جنيه؟ هو فندم الحقيقة دي الهدف الأساسي منها هو التسهيل على المواطنين في حمل السك. يعني بدل ما اشيل 2 جنيه اشيل قطعة واحدة. اشيل قطعة واحدة. ده لا يعني ان هو بديل للجنيه او للنص جنيه او للربع جنيه. يعني الجنيه لن يختفي. لا يمكن، لأنه احنا عندنا احتياطيات تكفينا سنة ونص، ثم احنا بنسك كل يوم مليون جنيه من الجنيه والنص جنيه والربع جنيه وبنطرحها في السوق. السوق بيحتاج مليون جنيه في اليوم، واحنا طاقه مليون جنيه فكه. مليون جنيه فكه في اليوم بنطرحها كل يوم في السوق. يعني لا تزال الربع جنيه والنص جنيه متداول. طبعا وبيطلب كل سلاسل المحلات الكبيره بتطلبه. واحنا كمان الطاقه الانتاجيه بتاعتنا في الورديه الواحده مليون وربع. فاحنا الحمد لله بنغطي احتياجات السوق وبيبقى عندنا احتياطيات، واحنا بنحافظ على ان دايما الاحتياطي بتاعنا يكفينا سنه ونص عشان ما تحدثش ازمه زي مثلا ازمه ارتفاع المواد الخام في الخارج بسبب النزاع اللي حاصل في اوروبا. ده احنا الحمد لله ما تاثرناش بيه لان احنا لدينا احتياطيات تكفينا. احتياطات من المادة الخامة التي نصنع منها عملتنا، هي من الأقراص المعدة للسك، وإحنا سكناها على طول وخلناها احتياطي عندنا جاهز للدفع في السوق على طول بمجرد ما السوق يحتاج أي زيادات. يعني فيما يتعلق بالعملات الورقية، ورقها مستورد ولا مصنع؟ لا، العملات الورقية بتتبع البنك المركزي المصري، هو المسؤول عن إنتاجها. إحنا مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بتتبع وزارة المالية. ولكن يعني انتوا فقط بتعملوا العملات المعدنية فقط؟ المعدنية. سك العملة هو يعني سك العملة المعدنية. سك العملة المعدنية. فالخام المعدنية متوفر ومطبوع ومسكوك. ومسكوك بالضبط كده. طيب بالضبط. امتى هتبدأ تنزل في الأسواق العملة اللي باتنين جنيه دي؟ العمله اللي ب 2 جنيه، احنا في العمله المعدنيه اللي ب 2 جنيه دي احنا لسه واخدين الموافقه امبارح من مجلس الوزراء يعني مؤقر، واحنا في مرحله دلوقتي اعداد التصميمات المقترحه. عندنا فريق من المصممين على اعلى مستوى بيحضر تصميمات عشان تبقى لائقه بدوله بحجم مصر، يعني زي ما الجنيه والنص جنيه بحاله جيده جدا وشكله جميل، وهو على فكره العمله بتاعتنا تضاهي كل يعني من افضل عملات العالم، يعني هي تضاهي العمله الانجليزيه بالضبط يعني. فاحنا دلوقتي في مرحله الرسومات والتصميمات، وكمان في مرحله وضع المواصفات الفنيه للعمله للمعدن، يعني عشان الحاجه دي تنزل بنفس كفاءه وافضل من باقي العملات اللي احنا منزلينها، الجنيه والنص جنيه والربع جنيه. طيب مجلس الوزراء في نفس الجلسه وافق على اتفاق شراكه ما بين مصلحه سك العمله البريطانيه ومصلحه سك العمله المصريه. يعني ايه اتفاق شراكه بين مصلحتين بيسكوا عملات مختلفه يعني؟ هو يا فندم ده الموضوع الاساسي، وكان الموضوع الفرعي منه وهو انتاج الاتنين جنيه، ولكن الموضوع الاساسي هو ده الحقيقه. ان احنا في الوضع الحالي احنا بنستورد المواد الخام دي من الخارج، لان ليها معالجات معينه وتكنولوجيا معينه وحاجات زي كده تتعلق بالطلاء وبالمعالجات البيئيه و فبنستوردها من الخارج
هذه التكنولوجيا موجوده في عدد محدود من الشركات العالميه المنتجه لخام العمله، منهم افضل شركه منهم هي الشركه الانجليزيه الشركه الملكيه البريطانيه رويال مينت. فاحنا الحقيقه بقى لنا اكثر من سنتين بنتفاوض مع بعض عشان ندرس ان احنا ننشئ مصنع هنا في محور قناه السويس ينتج عمله من خامات محليه، يعني انا مش هشتري خامات من بره، هو هيجيب التكنولوجيا بتاعته ينقلها هنا، وبالتالي نستخدم خامات محليه هي موجوده بالفعل في مصر الحمد لله، وعملنا عليها قياسات ووجدت مطابقه للمعايير والمواصفات الدوليه، وبالتالي وافق الشريك الاجنبي ان هو يشتغل، يعني اختياره لمصر يعني لبدايه المشروع. بدل ما احنا بنستورد الخامات دي، احنا هنصنع العمله من الخامات المحليه، ثم احنا هنصنع كمان عملات ونصدرها للدول في المنطقه. هو ممكن دول ثانيه تصنع عملاتها في دول اخرى؟ ما اعتقدش ان في مصنع في منطقه افريقيا والشرق الاوسط اعتقد مصنع انتاج عمله، كل بيستورد عملته من اوروبا في الغالب وامريكا وكده يعني. بيستوردها وهي مطبوعه؟ نعم يا فندم. بيستوردها مطبوعه ولا بيستوردها ماده خام؟ لا يا فندم، هو بيستورد الاقراص الجاهزه للسك. بيستورد بيقول لهم انا عايز مواصفات اقراص كذا وكذا وكذا جاهزه للسك. طب انا عرفت احنا هنستفيد ايه كمصريين من اتفاق شراكه مع الجانب البريطاني؟ مصلحه سك العمله البريطانيه هتستفيد ايه؟ سك العمله البريطانيه هو شريك معايا، متى تحققت ارباح من التصدير ومن الانتاج هو هياخد نسبه من هذه الارباح. صحيح. هو شريك، ولكن عايز اقول لحضرتك هو الاستفاده الكبيره ان حضرتك تحولت من مستورد للخام. صحيح. الى مصدر للمنتج النهائي، فبدل ما اعمل ضغوط على العمله الاجنبيه انا النهارده بحاول اجيب عمله اجنبيه للدوله. صحيح. انا بشكرك سياده اللواء حسام خضر رئيس مصلحه الخزانه العامه وسك العمله. عندي خبر يهم عدد كبير جدا من السادة المواطنين، ولما أقول إن الخبر لمحدود الدخل فأنا بتكلم على 40-50-70% من المصريين. الخبر هو المبادرة الرئاسية بتاعة سكن لكل المصريين. النهاردة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أعلن عن إطلاق الوحدات السكنية اللي تحت عنوان سكن لكل المصريين. طيب هتلاقي الشقق دي فين؟ ركز معايا. اول حاجه سعر الشقه يتراوح من 194 الف جنيه ل 300 الف جنيه، هيتم سدادها على مدار 30 سنه. الفايده 3% سنويا متناقصه، يعني ممكن تبقى 1.25-1.5%. طيب ايه هي المدن اللي هتبقى فيها الشقق دي؟ خد عندك الاقصر، القليوبيه، برج العرب الجديده، الفيوم القديمه والفيوم الجديده، البحيره، كفر الشيخ، مرسى مطروح، اسيوط، منوفيه، اسماعيليه، سوهاج، اخميم الجديده، الشرقيه، السويس، بني سويف، الغربيه، دمياط، اسوان، الدقهليه، شمال سيناء، انا، المنيا الجديده. شوف انا قلت ممل ازاي، بقول لك مدينه مدينه عشان لو انت ساكن في المدينه دي ومحتاج شقه ارجوك روح قدم. كمان هيبقى في وحدات سكنيه تسلم خلال 18 شهر بمدن اكتوبر الجديده غرب المطار وجرزه القطور العياط دمنهور. ده كلام مهم جدا. تعالوا نروح لمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ونناقشه عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. مساء الخير مهندس عمرو. مساء النور يا فندم، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية كده، إمتى كمواطن أروح أسحب كراسة الشروط وأقدم؟ ان شاء الله احنا زي ما اعلنا كده بالامس، احنا من يوم 15 سبتمبر الشهر اللي احنا فيه ده نقدر نسحب كراسات الشروط. بس احنا يعني عايز انوه لحاجه مهمه قوي. اتفضل. ان من 25 سبتمبر لحد اخر الاسبوع في سبتمبر هيبقى ده الاسبوع مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه يقدروا يسحبوا كراسات الشروط، لكن بدايه من النهارده اليوم 24 للاشخاص. لا يا فندم، بدايه من 25 لاخر سبتمبر لذوي الاحتياجات الخاصه، وبدايه من 2 اكتوبر ل 27 لكل المواطنين وشاملين برضو ذوي الاحتياجات الخاصه.
طيب احنا مقسمينها، بس يعني دايما بندي اولويه صحيح لينا عشان يبقوا في التزاحم، ما يحصلش تزاحم، اي مشكله معوقات تقابلهم او كده ان شاء الله. هنسحب كراسه الشروط بفلوس ولا ببلاش؟ احنا الكراسه عندنا، وفي بيبقى في مقدم جديد الحجز لا انا بتكلم على كراسه الشروط، هل بفلوس؟ انا لسه ما جاليش المعلومه دي الحقيقه، عشان بس بكون صادق مع حضرتك، لسه المعلومه دي مش عندي، هتبان عندنا اول الاسبوع الجاي وهوافي حضرتك بيها فورا طبعا اول ما تبقى عندي المعلومه. الكراسه ثمنها كام؟ واحنا طبعا يعني حبينا ننشر علشان سببين، لان دايما الناس تقول لنا احنا ما لحقناش نجهز، ما قلناش ما قلتوش قبلها بشويه الناس مش جاهزه. لا احنا نزلنا الاعلان الاسبوع ده، وان شاء الله من الاسبوع الجاي نبدا ننزل تفاصيل الحجز. وعايز برضو يعني اطمن حضرتك والساده المشاهدين حضرتك ان دايما كله بيسال طب المراكز فين؟ طب احنا غطينا الحمد لله في الاعلان ده 22 محافظه، نعم وسيادتك سردتهم بالتفصيل، لكن عايز الناس تستفيد. هو كل محافظه كمان عندنا مراكز، يعني مثلا لو خدنا اسيوط على سبيل المثال فيها حوالي 10 مراكز مغطيين. الشقق دي متشطبه مهندس عمرو؟ متشطبه كلها طبعا يا فندم، احنا نهج الوزاره الفتره الاخيره ان كل الشقق تبقى جاهزه على التشطيب. التسليم فوري؟ طبعا جاهزه. عندنا مجموعه استلام فوري اللي حضرتك قلتهم اللي هم في اكتوبر الجديده وفي جرزه وفي دمنهور، وفي مجموعه دول 18 شهر، والمجموعه الثانيه اللي في بقيه المحافظات ان شاء الله جاهزه على التسليم الفوري باذن الله. المساحات؟ احنا عندنا طبعا محورين زي ما ذكرنا في الاعلان، احنا عندنا محور منخفض الدخل وده مساحاته بتتراوح من 90 ل 100 متر، وعندنا متوسط الدخل بيتراوح من 100 ل 150 متر. برضو المقدمات بتتراوح بين 15000 و 22000 عشان برضو الساده المواطنين. 15000 ده المحدود الدخل؟ من بدايه من 15 ل 22 ده المحدودي ومتوسطي الاثنين، يعني في حسب المساحات وحسب نسب التميز والمحافظات. يعني انا لو دفعت ال 15000 هستلم الشقه؟ مظبوط يا فندم، هو مع الكراسه والمقدم كده حضرتك بقيت مستحق انك تخش ان شاء الله للتقديم. طبعا. لكن يعني بعد انطباق الشروط عليا واصبحت صالح بدخل وجاهز للاستلام، بستلم الوحده على طول. بس بيبقى عندنا طبعا شرط التمويل العقاري، مبادره السيد الرئيس للتمويل العقاري اللي هي 3%، انه لازم يكون تم تسديد من 10 ل 15% من ثمن الوحده، 10% لمحدود الدخل و15% لمتوسط الدخل. انا سددت المقدم جديه الحجز وخدت الكراسه ودخلت ان شاء الله وانطبقت عليا الشروط وبقيت من المستحقين، هسد هكمل تاني فوق المبلغ ده ثمن الوحده بقى. يعني احنا قلنا الوحدات اسعارها تتراوح من يعني 197000 لحد 315000، 194000 اسف لحد 310000، بيكمل 10% ل 15% من ثمن الوحده، وبكده بيقدر يخش اجراءات التمويل العقاري والاستلام. طيب بالنسبه لاصحاب المهن الحره والمطلقات، مثلا امرأة مطلقة عايزة تاخد شقة زي كده، هل في إجراءات محددة ولا هم خارج النطاق؟ احنا الحالة الاجتماعية والحالة العمل المهن الحرة كانت موجودة قبل كده في كل الطروحات اللي فاتت تسكن لكل المصريين في الطرح الأول والثاني. المهن الحرة بيقدر يجيب شهادة من مكتب محاسب قانوني معتمدة بالدخل الشهري للأسرة وبيقدر يقدم عادي جدا مفيش مشكلة. والمطلقات كذلك، احنا أهم حاجة عندنا يكون تحت مظلة الدخل. وبالمناسبة برضو الإعلان ده بيتمتع بميزة جديدة، لسه أول مرة الإعلان ده يتم الطرح على أساسها بموافقة مجلس الوزراء، إن تم يعني مد المظلة للمواطنين ذوي الدخول الأعلى. إحنا كان الشرط الحد الأقصى لمنخفض الدخل بنتكلم في 2000 جنيه او 3000 جنيه والاسره ما زدت عن 5000 جنيه، النهارده منخفض الدخل وصل لحد الاعلى ب 6000 جنيه والاسره 8000 جنيه، فكده بندخل شريحه اكبر من الناس. يعني احنا انتوا هتدخلوا شريحه تبدا من كام وحد اقصى كام؟ الحد الاقصى اللي عندي عندنا الاعزب لحد 6000 جنيه، وبعد ما كان قبل كده بيبقى اقل، الاسره 8000 جنيه، المتوسط الدخل الاسره 8000 جنيه في الشهر. مظبوط، متوسط الدخل كان الشرط ان هو ما يزيدش عن 10000 جنيه، النهارده ممكن يوصل لحد 13000 جنيه للاعزب و18000 جنيه للاسره، فبالتالي كده المظله بقت تسع عدد اكبر وفئات وشرائح اكبر من المجتمع اللي هتقدم معانا في الاعلان ده ان شاء الله، وده اول مره يتم الطرح على هذه الشروط. طيب اخر سؤال، الشقق بتاعت محدود الدخل مدعمه ولا؟ عندنا اكتر من نوع من الدعم يا فندم، احنا عندنا دعم في ثمن الوحده نفسه وتنفيذ المرافق بيصل لحد 60% من ثمن الوحده، ده الدعم الغير مباشر في الوحده نفسها، وعندنا دعم نقدي
وده طبعا له شروط وموجود معانا وطبقناه في اكتر من اعلان للحالات اللي هي بتكون دخلها الشهري اقل من 4500 جنيه او 3000 جنيه، فبياخد دعم نقدي بيبدا من 5000 جنيه بحد ادنى وبيوصل ل 60 جنيه حد 60000 جنيه حد اقصى، وبرده وده لفئات الدخل قلنا اللي هي منخفضه جدا يعني بتبقى 4500 جنيه. لو عندي اسئله وتفاصيل اكتر ادخل على ايه تبع الوزاره واسال؟ عندنا فندم دلوقتي في موقع رسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي على كل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر انستغرام، وعندنا البوابه الالكترونيه للصندوق نفسها فيها كل التفاصيل وفيها فيديو بيشرح كل تفاصيل التقديم، ولو حد من الساده المواطنين في جميع المحافظات عنده مشكله بيقدر يتواصل على مدار الاسبوع على الارقام اللي هقولها لسيادتك دي 539 او 537، وفي عندنا رقم برضو 11888 يقدر يتواصل وعلى مدار الساعه بيقدر حد يرد عليه ما عدا ايام الاجازات الاسبوعيه طبعا يقدر يرد عليه باي استفسار، ويساعده كمان لو عنده مشكله في تقديم الورق او رفع المستندات او خلافه. أشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو الخطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، واروح لوزيرة التضامن اللي بتوجه بصرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بعد إضافة عدد من الأسر الجديدة. سيد رئيس الجمهورية منذ أيام قرر إضافة عدد من الأسر لمشروع تكافل وكرامة في إطار حزبة اجتماعية بتقدمها الدولة بسبب الظروف الاقتصادية. فالدكتورة نيفين قباج بتعلن عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة. بيستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 مليون أسرة. عايز أتكلم على موضوع يعني بس الواحد يعني عايز يتكلم فيه كده بحساب شوية يعني ما يسيبش نفسه. وزارة التربية والتعليم طلعت قرار عايزة تعمل ضبط وربط للتلاميذ وعايزاهم يروحوا المدرسة، فالوزارة بدل ما تبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عزوف التلاميذ عن الذهاب إلى المدرسة، يعني ما شافتش إيه الأسباب اللي بتخلي الولد ما يصحاش الصبح ويروح المدرسة، لا خدت قرار تاني عكسي. هو قالت التلميذ اللي ما يروحش المدرسة 10 أيام هندفعه غرامة 10 جنيه عن ال10 أيام، وفي نفس الوقت قالت إن لن يتم فصل طالب في مرحلة التعليم الأساسي لأنها اسمه تعليم إلزامي ابتدائي وإعدادي. أنا مع الوزارة، مع الوزارة في إيه؟ أؤيدها في رغبتها وهدفها بحضور التلاميذ لتلقي العلم في المدرسة، ممارسة التلاميذ لأنشطة تربوية واجتماعية ورياضية وفنية وثقافية، أنا مع ده لأننا جيل اتربى من أولى ابتدائي لحد تالتة ثانوي كنت بروح المدرسة كل يوم ما عنديش وما كانش عندي دروس خصوصية، وبالتالي أنا مع الوزارة. بس أنا عايز أقول للوزارة إيه؟ أولا العشرة جنيه ده رقم تافه أي تلميذ يقدر يدفعه من مصروفه، ده مش جاي 8 كيس يعني شيبسي بطاطس بسكوت كده، فالعشرة جنيه سهلة، فأنت ما غلصتش عقوبة. زائد ولي الأمر مش هيعرف، التلميذ هيقول للمحاسب بتاع المدرسة خد يا عم العشرة جنيه أهي البريزة بتاعتك أهي، يبقى دي يعني مش عايز اقول حتى لو وصلت ل 20 جنيه 30 جنيه التلميذ اللي هيغيب هيعملها. انا رايي الشخصي المتواضع يعني ان انا عليا كوزاره ابحث هو ايه الاسباب. يعني تعال نجيب الاطفال الصغيره في ابتدائي واعدادي، دول مش هيكذبوا، هيقول لك يا عمو انا ما بروحش المدرسه عشان في 100 تلميذ في الفصل وانا مش بلاقي دكه اقعد عليها كرسي. ده احنا هنبدأ كمان اسبوعين صراع اليوم الاول للحصول على الكرسي في التختة الاولى او في الديسك الاولاني، يعني انت هتلاقي بقى طلبة وامهات واباء بينططوا ولادهم على الفصل عشان يحجز على طول الكرسي الاول، ما خلاص اللي بيحجز الكرسي الاول ده بقى بتاعه طول السنة. يبقى انا عليا ان انا اجيب الولاد الصغيرة دول، حبايبي انتوا ليه نعمل لكم ايه عشان تروحوا المدرسه؟ يقول لك يا عمو، حتى لو انت كنت الوزير لانك بالنسبه له عمو وهو لسه طفل صغير، ايه حط لي كرسي في الفصل
انا بقف. احنا ما بنفهمش المدرس لان العيال عاملين دوشه وصوت المدرس واطي. بنقعد الحصص ورا بعض مفيش حصه العاب. يبقى احنا نجيب العيال دي وهم اللي هيقولوا لنا ازاي نرجعهم المدرسه؟ ده رايي المتواضع. يعني انت ما بتروحش ليه يا ابني؟ واحد اتنين تلاته اربعه. انا قصدي بالشكل ده هو عبء يعني. بالشكل ده الامور ممكن تحل. طبعا قلبا وقالبا مع اي دعوه لعوده ولادنا للمدارس. انا لازم اشوف تقرير حالا عن السيد وزير الدفاع بيفتتح اعمال تطوير المستشفى العسكري العام بقمره. الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي افتتح اعمال تطوير المستشفى العسكري العام بغمره. هنشوف هذا التقرير ونرجع تاني. عندنا فقره هموم الناس النهارده عدد بعد انقطاع بعض الوقت. افتتح الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وذلك برفقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة والتي كان لها أكبر الأثر في تحويل رفع الكفاءة والتطوير والتحديث إلى واقع ملموس بمستشفيات القوات المسلحة، مشيرا إلى مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكافة إدارات هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. وقام اللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية عرضا تناول شرحا تفصيليا للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتي روعي فيها اتباع أحدث النظم الطبية، وذلك بعد أن تم رفع كفاءتها الطبية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمستشفى وما تقدمه من خدمة طبية مميزة للقطاعين العسكري والمدني. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمستشفى شملت أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية الطوارئ وقسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى ووحدة مناظير الجهاز الهضمي وقسم القلب والقسطرة ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة. جه موعدكم مع فقرة هموم الناس. تليفون البرنامج هينزل على الشاشة، فقط حضرتك اتصل بشكل مختصر كده وقول الشكوى دون ذكر أي مسؤول علشان لازم ياخد فرصة للرد بقى. فيعني قول أنا مشكلتي كذا ومين يحلها. هاخد محمد من المنوفية وأم محمود الأليوبية. اتفضل يا محمد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معاك، قول مشكلتك. والله يا استاذ محمد، انا محمد رمضان من المنوفيه، 35 سنه، شغال سواق تاكسي. تمام. وعندي اطفال وساكن بالايجار، وحاولت كذا مره ان انا اقدم في المحافظه ان انا احصل على تاكسي عشان اشتغل بيه يعني وكده، واقدر ان انا اوفي التزامات اسرتي يعني وكده. ف
فالطلب بتاعي اترفض كذا مره لان ما فيش ترخيص وكده. فانا بنسب لحظه، انت مشكلتك في الترخيص ولا في الفلوس؟ عايز عربيه بس اشتغل بيها في الترخيص. مشكله في الترخيص يعني. ألو. انت معاك الفلوس استاذ محمد؟ ايوه انت معاك الفلوس. لا انا مش معايا فلوس والله، انا شغال باليوميه. يبقى انت لسه يعني انت حتى لو جبت التاكسي عايز ترخيصه صح؟ انا محتاج بس الرئيس بس يدعمني بعربيه زي ما بشوف، بس الرئيس يدعمني بتاكسي اشتغل بيه او اوفي احتياجات اسرتي، لان انا بشتغل باليوميه واليوميه ما بتكفيش. خلينا نوجه اول حاجه طلبك الى مؤسسه الرئاسه، نتمنى دراسه الحاله، وفي نفس الوقت بقول لك على الهواء تقدر تذهب الى بنك ناصر، اي فرع من فروع بنك ناصر، قدم لهم الطلب ده، هعملوا عليك بحث حاله، وان شاء الله لو انطبقت عليك الشروط هتاخد. هروح لام محمود الايوبيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله، معاك يا استاذ محمد. انا دلوقتي ارمله 65 سنه وابني يتيم يا استاذ محمد، عايز اشغله في نسبه 5%، بقالي 12 سنه بجري على الورق بتاعه ومحدش راضي يشغله لي، وما عندناش اي مولد رزق غير المعاش اللي باخده عن ابويا، والولد ده لو انا جرالي حاجه هيتبهدل في الدنيا يا استاذ محمد. الاعاقه في ايه يا ام محمود؟ الاعاقه سمع الكلام يا استاذ محمد. طب سمع وكلام ده هيشتغل ايه؟ ما انا ما اعرفش، هو ممكن يشتغل اي اماله، لان هو كمان لان التنمر عليه وهو صغير في المدرسه، ما كملش دراسه وخد لغايه سنه 5 ابتدائي. انت بتصرفي حضرتك تكافل وكرامه؟ لا يا استاذ محمد، انا بصرف له معاش من معاش ابوه، بس بيعملوا له كل سنه ويقطعوه سنه، فانا بقول لهم يا جماعه ما دام الاعاقه هو مولود بيها ما تخلوا له المعاش ده. هبعت شكواك على الهواء للسيد وزير القوى العامله، اتمنى النظر في شكوى ام محمود لتعيين ابنها ضمن فئه 5% من ذوي الهمه. حسن الجيزه. السلام عليكم يا استاذ محمد. سلام ورحمه الله. يا فندم مع حضرتك حسن، شركه مالك هرم سيتي نيو سيتي، كنت عملت مداخله مع حضرتك في شهر 8 اللي فات بخصوص سور حوالين منطقه الايواء او سكان المحليات. حتى الان يا فندم لم يتم حتى الان انشاء السور ده، بقى له سنه. طب نبعت الشكوى لمين يا حسن؟ لرئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء يا فندم. يا عم مين المسؤول؟ سيبك من رئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه هتعمل لك سور يعني؟ خليك عملي. في هي انت مشكلتك ايه مع المحليات؟ احنا مشروع اسكان قومي معانا. ما انا قصدي ده تحله المحافظه مثلا الحي. ما هو داخل في هيئه المجتمعات العمرانيه، داخل معانا محافظه القاهره، لان هم سكان المحليات تابعين محافظه القاهره، واحنا في محافظه الجيزه. احنا محتاجين السور الفاصل حوالين سكان المحليات. طب خلينا نبعت الشكوى لمحافظ القاهره هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، نتمنى الاستجابه للمواطن. ابراهيم الجيزه. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في الحقيقه انا عندي المشكله بتتمثل في ان اداره شبكه رؤيه الاخباريه، هي مؤسسه خاصه اماراتيه، قررت في بدايه شهر اغسطس الماضي. الخط قطع ليه؟ طيب نعاود الاتصال مره اخرى. عايز اشير هنا الى احتمال ده بتذكره صحيفه ليكيب اللوكيب الفرنسيه، اعاده مباراه مصر والسنغال. اتحاد كره القدم سوف يتقدم بشكوى الى المحكمه الرياضيه، وارد جدا، لان مجله لوكيب قالت في فريق من شمال افريقيا هيتم تصعيده الى كاس العالم. ده هل ممكن نلاقي مصر في كاس العالم في قطر؟ الله اعلم. بس انا حبيت اقول لك ده مش نقلا عن اي حد، ده نقلا عن مجله لوكيب الفرنسيه. هاخد فاطمه القاهره، اتفضلي فاطمه. الو. ايوه سلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا محمد بيه؟ اهلا بحضرتك. ولا بيه ولا حاجه، قولي بس. الله يسترك، الله يحفظك. العفو العفو العفو. قولي المشكله يا حاجه فاطمه. ما يحرمك. الله، انا بس كنت عايزه اسقف اسكان الشباب لبلال علشان ما حدش يرميه في الشارع بعد وفاتي يا سعاده الباشا. ابن حضرتك ايه ما بيشتغلش؟ لا يا فندم، ضمن 5% يا فندم.
ضمن الخمسة في المية. طب انت عايزة الشقة يعني تخصيص ولا معاك فلوس تدفعي؟ انا سعدت الباشا واحدة قالت لي هدخل الجمعية بالمعاش بتاعه عشان تقدري تشتري الكراسة، بس القسط منين اجيب القسط الشهر؟ ده المقدمة لابن حضرتك هتبقى 15,000 جنيه. قالت لي كده الست. انت معاك ال 15؟ لا دخلتني جمعية، معايا 3 اشهر من الجمعية لسه. انا بس محتاجة عدالة سيادة الرئيس، الانسان الله يستره ويسهل له طريقه، يوقف مع بلال ابني مسكين، وعلشان ما حدش يرميه في الشوارع بعد وفاتي. انا طالبه من عند سيادتكم مساعدتي سعاده الباشا استاذ محمد علي خير. انا هوجه الدعوه اهو على الهوى، وارجو من السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الاستجابه للمواطنه فاطمه من القاهره، يعني ودي عماله تدعي لك الرئيس على الهوى، يجعل بقى دعاء كده من حدك ومن نصيبك، يعني عماله تدعي لك دعوات حلوه قوي. انا بصراحه يعني لازم نستجيب ليها، فاتمنى من حضرتك بشكل ابوي ان حضرتك تستجيب ليها، وتخصيص شقه لذوي الهمم ابنها، ولا حضرتك كنت عامل العام الماضي قادرونا باختلاف تفاصيل فاطمه وتليفونها عندي لو مؤسسه الرئاسه تواصلت معايا. اخر اتصال ايمن الجيزه، اتفضل ايمن. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا استاذ محمد، انا عندي مشكله في عربيه جبتها وجابت موتور، ورحت عملت شكوى في المستهلك. رحت عملت شكوى فين؟ حمايه المستهلك. المفروض يكون جابوا لك حقك. لا يا فندم، بقالي سنه وشهر دلوقتي وانا العربيه بتاعت اكل عيش. يعني انا موقوف حالي من ساعتها، وجابت موتور ثاني وحمايه المستهلك وقالوا لي هات فحص يثبت ان الموتور بايظ. رحت جبت فحص من كليه الهندسه وب 5,500 دفعتهم من كليه الهندسه، وادوني تقرير ان الموتور بايظ وعاوز يتغير، ورحت تاني لحمايه المستهلك. بقالي بالظبط 8 شهور لحمايه المستهلك مديهم التقرير ومش عايزين يجيبوا لي حق لغايه دلوقتي. طيب خلينا نبعت شكواك على الهوا لرئيس جهاز حماية المستهلك، أتمنى النظر في شكوى أيمن من القاهرة. بقينا خبر بس يا شباب عايزين نتكلم عنه، وكلاء سيارات يلجؤون للاستيراد عبر المناطق الحرة. يعني إيه الكلام ده؟ أنا وكيل لسيارة ما مش عارف أستورد العربية، يعني ليا مثلا 100 سيارة مش عارف أستورده، والمصنع بره الشركه عماله تقول لي طيب، وهنا في ازمه دولار، فانا اتصرفت جبت بطاقات عاملين عندي في الشركه، لان يحق لكل مواطن في مصر انه يسافر يستورد عربيه ويجي بس ما يبيعهاش. ف وكلاء السيارات سافروا وراحوا جايبين العربيات، شروها بايه؟ بالدولار. لما جم عرضوها هنا عند البياعين قالوا لهم السياره بالدولار، ويجي هنا بقى البياع يبيعها زي ما هو عايز، لأن ما بقاش في أسعار بمعنى أصح. وزارة التجارة والصناعة طلبت من مصلحة الجمارك إيه؟ طلبت منهم إنهم يقولوا لها فورا عن الأشخاص اللي استوردوا وكلاء ولا لا. هروح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات. مساء الخير أستاذ أسامة. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. لماذا لجأ وكلاء السيارات إلى الاستيراد عبر المناطق الحرة كأفراد؟ هما مش كل وكلاء السيارات، ده حدث منفرد قام بأحد التوكيلات 91 عربية، والحدث ده اتعرف لأن التوكيل لما اتقفلت الاسد وما كانش فيه تسجيل وما كانش فيه طبعا حته الاعتمادات المستنيه، انت تعلم ان كانت متوقفه، فلجأوا ان هو الاستيراد الشخصي. الاستيراد الشخصي ما بيحتاجش اعتماد مستندي، ودي مخالفه قانونيه ومخالفه جمركيه يعاقب عليها القانون المنظم لهذه الامور، وتم ضبطها وتم تحرير محضر بيها، وتم توقف النفاذ. الاسد قعدوا 4 أو 5 ايام
متوقف التسجيل التجاري والتسجيل الشخصي تماما لحين ضبط المنظومه مره اخرى واتفتحت من يومين المنظومه وكل الناس شغاله، اللي بيستورد شخصي بيستورد شخصي واللي بيستورد تجاري بيستورد تجاري بالكيفيه والآلية اللي وضعها وزير التجاره والصناعه. انا من حقي كمواطن اسافر اجيب عربيه وادخلها؟ طبعا 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 القانون بيسمح لك بده. وفي الوقت الحالي يعني كتير عملوا الموضوع دوت سافر اشترى عربيتهم وجم يعني. طبعا التكلفه هتبقى ارخص ومش هدفع اوفر برايس. هي يعني خلينا نتفق ان مفيش حاجه في العالم اسمها اوفر برايس، في حاجه اسمها عرض وطلب. ماشي، هلاقي هناك عرض وطلب زي مصر ولا الدنيا حنينه شويه؟ الاسعار زايده على مستوى العالم، ولكن اللي بيخوض التجربه وبيروح بنفسه بيشتري، وطبعا في تكلفه سفر والى اخره، بيجد حتى يعني بيجد بعض الاشياء اللي ممكن ما تكونش متوفره النهارده. احنا عندنا مشكله في التدبير كما تعلم، ماشي. وده حدث لازم كلنا نشارك فيه، لازم كلنا ده على مستوى الدوله فتره ان شاء الله وتعدي، وان شاء الله تكون يعني فتره ما تطولش. كان عنده سوق السيارات يعود الى اتزانه امتى استاذ اسامه؟ يعني نفسي 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 اقول لك خبر كويس، ولكن يعني حتى انا بسمع بعض التصريحات طول اخر السنه، يعني الرؤيه بره مش الاسباب اللي ادت القطاع انه يوصل للمرحله دي بره ما تعادلتش لسه. يعني مشكله المايكرو شيبس قدامها اعتقد مش اقل من 4-5 شهور عشان نشوف نتائج المصانع اللي كان اللي بدت من شهر 24 و21 تشوف نتائج. الحرب ما لسه دايره بحرب روسيا واوكرانيا ومأثره تاثير بليغ كما تعلم. ممكن الاسبوعين اللي فاتوا دول اعلنت روسيا قطعيا كده بوقف الغاز عن الاتحاد الاوروبي بالكامل. فبرضه التحرك اللي بيعمله الكونفدراليه الامريكي ما زال موجود، ولكن احنا عندنا جزئية مهمة جدا ضغط على سؤال حضرتك. فضل. يجب علينا اتخاذ التدابير، يجب علينا اتخاذ قرارات ما تزودش من الأزمة. يعني احنا للأسف اللي هو ما نزودش الطلب يعني؟ لا يا فندم، شوف احنا في الوقت اللي فيه مشكلة في تصنيع السيارات على مستوى العالم، في الوقت اللي مشكلة في يعني زي ما قلت لحضرتك ان روسيا بتدي 60% من الغاز للاتحاد الاوروبي كله، مصانع روسيا الاتحاد الاوروبي كلها متاثره من السيارات، بس سيارات وغير سيارات. احنا عارفين في ظل هذا المناخ ان ما فيش سيارات متوفره، احنا بناخد قرارات بنضع قيود على استيراد السيارات، وبنضع يعني حتى اللي معاه فلوس او حتى اللي هو يقدر ان هو يحل. يعني على سبيل المثال مثلا النهارده لما يكون التاجر او المستورد، انت عارف السيارات دي بتيجي بثلاث طرق، يا اما توكيل يا اما شركات استيراد سيارات يا اما استيراد شخصي، وخلي الاستيراد الشخصي على جنب لانه مش هو المؤثر، يا وكيل يا شركات استيراد. عندنا اكثر من 60 شركه استيراد. لما يكون شركه استيراد انا بستورد منها من بره، ممكن احط 10 مليون دولار للمورد اللي بره واجيب عربيات ب 50 مليون دولار واسدهم على 4 شهور اكون بعت العربيات. قرار زي ده اقف ليه؟ ده قرض حسن، ده ما لا بيشكل ضغط على الدولار، بل بالعكس انت لما اجبرتني ان انا احط ال 50 مليون دولار مره واحده دلوقتي ده بيشكل ضغط، وان انا لازم ادبر المبلغ دوت وادبره هنا واحطه في البنك وانتظر لما يردوا عليا. ده تسبب كمان في نقطه خطيره جدا، ان بعض التوكيلات بره عشان عندنا قيود على اعتمادات المستنديه تبدا تحرك القرار ده اتلغى لدول اخرى. مش القرار ده اتلغى؟ نعم اتلغى. ازاي الاعتمادات المستنديه؟ لا يا فندم مفيش الكلام ده. الاعتمادات المستنديه يعني لسه النهارده شغال التدبير الكامل للدولار؟ لا لا طبعا الاعتمادات المستنديه ما دام شغال، ولكن اتلغى الايه؟ اتلغى القطع الغيار. لان لقينا طبعا قطع الغيار المصانع هتتوقف، والعربيات النهارده لما تتوقف مفيش قطع غيار ليها هتقف، لكن النهارده التدبير لا، التدبير الاعتمادات المستنديه ما زال موجود. دعنا ننتظر خيرا يا رب في الربع الاول من العام القادم زي ما بيتردد. اشكرك استاذ اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. عندي فقره حلوه قوي اتمنى تعجب حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني فيها الكاتب الصحفي والصديق العزيز استاذ ايمن الحكيم. هنتكلم على ايه؟ على موسيقار مبدع نادر أن يعني تلد الموسيقى لنا واحد بعبقريته الموسيقية الفذة. اليومين دول ذكرى، هو الموسيقار الكبير بليغ حمدي. هنعيش ما تبقى من وقت البرنامج مع نغمات بليغ حمدي بعد الفاصل. الأستاذ أيمن الحكيم يحدثنا عن بليغ حمدي. الحياة
الحقيقة أنا أولادي اللي هم المتفوقين على مستوى الجمهورية ده واحد من الحاجات اللي لازم أقف جنبهم. وجريدة الجمهورية الحقيقة واحد من الناس اللي على طول كل عام بتكرر من أوائل الثانوية العامة، وأوائل دول هم قاطرة التقدم لأي بلد، والدولة نفسها وسيادة الرئيس كله مهتم بالاهتمام بالموهوبين والفائقين. فده اللي دفعني أن أنا أجي وأكون في وسط أولادي الفائقين وأوائل الثانوية العامة هذا العام. الحقيقة أنا بقول لأهليهم لازم تفتخروا بأولادكم، ولأن هم حققوا إنجاز قوي جدا. وبقول للطلبة ادرسوا اللي يمشي مع رغباتكم عشان تبقوا مستمتعين به، وبالتالي تحققوا التفوق وتداوموا على التفوق بإذن الله، ونشوفكم بعد 10 سنين أو 15 سنة موجودين في مناصب قيادية بإذن الله. في إطار ما تحظى به الجمهورية من مصداقية عالية جدا في مجال التعليم، مش بس بنقدم فكرة النماذج التعليمية أو الكتب التعليمية اللي تحظى برضا وإقبال المواطن المصري وبأسعار في المتناول، لكن أيضا بنحرص على تكريم أوائل الجمهورية الأولى اللي احنا بنكرم التفوق والتميز، بنشجع والدنا. وبعد كده في رحلة كمان بقالها 60 سنة مصر الجمهورية بتحرص على تنظيمها، وبالتالي احنا يعني وجدنا الفرصة في حضور وزير التربية والتعليم يكرم معانا أوائل الجمهورية، وأيضا إطفاء مزيد من الوعي وطمأنة أولياء الأمور والمواطن المصري بشأن التطوير في العملية التعليمية. الرحلة في السياق بتكون دولة خارج مصر، بنسعد بها أولادنا وبنهديهم هدية على كل الأوائل الثانوية العامة طبقا المدرجين أسمائهم على في الكشوف الرسمية لوزارة التربية والتعليم. أولا بنشكر جريدة الجمهورية لأن هي فعلا من يوم ما بانت النتيجة وهم أدوا اهتمام ورعاية كاملة للطلبة كلهم حتى بما فيهم اللي خارج الحيز العمراني أو خارج الحدود، ناس محترمين جدا وقدروا ونشكرهم فعلا على المجهود. وعلشان ما ننساش بالذكر يعني الرئيس الناس بدون أسماء جميعا بما فيهم رئيس مجلس الإدارة على رئيس التحرير على مدير العلاقات العامة والمساعدين بتوعته بذلوا مجهود جامد جدا فعلا فعلا معهم. يعني هو أكيد طبعا ده شرف لأي طالب، يعني شرف أكيد إن هو قابل الوزير، وكمان كلمة الوزير كانت محفزة جدا ليهم وديتهم دفعة لأن هم يفضلوا متميزين. أكيد فرحانة جدا إن أنا شفت أصلا دكتور رضا حكازي، يعني هو شعور حلو إن أنا مبسوطة أصلا حسب الفخر إن أنا وصلت المرحلة أو حاجة زي دي. وأكيد إن شاء الله يعني لو أطلع إن أنا أصل حاجة على كده إن شاء الله. قدمت على طب القاهرة طب قصر العيني، وإن شاء الله يعني أتمنى إن أنا أوصل أو أحقق حاجة فيه برضو، إن ما يكونش دي النهاية يعني إن شاء الله بداية. يعني أنا حضرت معي الرحلات الداخلية ومبسوطة أكيد إن أنا أشارك في الرحلة الخارجية اللي هي برا مصر. الموضوع على قد ما هو استفادة في موضوع اللي هو مثلا الزيارات اللي إحنا بنزورها وكده، برضو في موضوع إن إحنا قابلت ناس هنا جديدة وتعرفت عليهم وبقى صحابي، فالموضوع لذيذ برضو اللي هو على قد في استفادة من ناحية الاجتماعية برضو، وإن شاء الله نستفاد برضو في الرحلة الخارجية وتقرب من بعض أكتر. طبعا شعور بالفرحة والامتنان للوزارة والجريت الجمهورية على إنهم يطلعونا للرحلة فريدة زي ديت لدبي ونتفسح وكل الكلام ده بعد عمل شاق في الثانوية العامة. رحلة كبيرة ومجهود كبير، ويعني اللي يقدر يستحمل كل ده هو اللي إن شاء الله يقدر يتفوق. يعني أحب الموسيقى منذ طفولته، وكان حلمه أن تصبح الموسيقى هي محور حياته بالكامل، فأتقن العزف على العود في 9 وهو يضع نصب عينيه أن يصبح ملك الموسيقى المتوج في مصر، فحقق ما أراد حتى وصفه الشاعر كمال الشناوي بأنه أمل مصر في الموسيقى. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود أحبك.
إنه الموسيقار بليغ حمدي، الظاهرة الموسيقية التي لن تتكرر، المغامر الذي لحن لكوكب الشرق أم كلثوم في بداية العشرينيات من عمره وأخرجت ألحانه أفضل ما في حناجر المطربين والمطربات، فبقيت أعماله راسخة في أذهان الجميع، وقدم كل ألوان الطرب والموال والابتهالات والأغاني الشعبية التي صمدت أمام الزمان. بدأ بليغ حمدي مشواره بدراسة أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية قبل أن يلتقي بالموسيقار محمد فوزي وعمل معه في تأليف الموسيقى، حيث لحن تخونوه لعبد الحليم حافظ عام 1957 ليبدع بعدها مئات الألحان الرومانسية والإيقاعات الطويلة والقصيرة والقصائد الغنائية والوطنية والابتهالات الدينية وحتى الأغاني الشعبية. أثبت بليغ حمدي في مشواره الفني أنه قادر على التعامل مع كل الأصوات، فتعاون مع أهم نجوم الغناء في مصر والعالم العربي من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة وشادية ونجاة وفايزة أحمد وصباح ومحمد رشدي وحتى الشيخ سيد النقشبندي الذي قدم معه رائعة مولاي. ولم يقف عند حد التعاون مع المطربين الكبار، بل قدم أصواتاً من الشباب حينها أبرزهم مياد الحناوي وسميرة سعيد وهاني شاكر وعلي الحجار وعزيزة جلال ومحمد منير وعفاف راضي ولطيفة وأصالة. 29 عاماً مرت على رحيل الرجل الذي لا يعرف الغياب، فالمبدع الذي يعيش بالموسيقى والذي تؤرخ الموسيقى فيما قبله وما بعده. لم يكن ما قبله سهلاً، فكان ظهوره في عصر يضم عمالقة مثل زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي ومحمد القصبجي أسماء لها سيطرة ولها نغمات موسيقية راسخة ومستقرة، ولكن ظهور بليغ حمدي كان بمثابة اختراع جديد لنغمات لم تألفها الأذن العربية. حتى حينما مر بليغ حمدي بأزمته الكبرى وخرج من مصر لمدة 5 سنوات بحين إثبات براءته، كانت كل نغماته والأصوات التي غنت له تدافع عنه، فكيف يقف مثل هذا المبدع العظيم موقف شك واتهام؟ رحل بليغ حمدي بعد أن أثبت براءته، ربما من فرط فرحته بعودته لمصر التي عشقها لآخر نفس في عمره. في نفس الشهر اللي احنا فيه ده سبتمبر لكن عام 93 رحل عنا الموسيقار والمبدع بليغ حمدي. لكن رغم مرور 29 سنة على رحيل بليغ حمدي إلا أنه لا يزال يعيش بيننا. السر؟ السر أن بليغ حمدي لحد النهاردة موجود في أذهان الكثيرين. معايا للحديث عن هذا الموسيقار المبدع الصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن الحكيم. مساء الخير. مساء النور أستاذ محمد، ازيك؟ تعال نبدأ بالسؤال، رغم مرور 29 سنة بليغ حمدي لا يزال حاضرا. بص، في ذكرى بليغ حمدي ذكرى رحيله المفروض تقول له كل سنة وانت طيب، لأنه عايش. يعني بليغ الحقيقة لم يرحل، ده هذا رجل جاء إلى الدنيا لكي يبقى. ألحانه موجودة كل يوم، أنت لو شفت الإذاعات المصرية نمرة 1 في كل الأغاني هتلاقي ألحان بليغ حمدي.
في جمعيه المؤلفين والملحنين بليغ نمره واحد في الاداء، نمره واحد في الاداء العلني. يعني هم يعني احصوا 1500 لحن. هو لحن 1500؟ ده دول اللي تم احصاء يعني دول يعني وارد يكون لحن كتير أكتر من كده، لانه مثلا كان يروح المغرب مثلا في عيد ميلاد، في عيد جلوس الملك الحسن، فيعمل اغاني هناك، يروح الكويت يعمل اغاني، يروح مش يعني، فعنده الحان. انا الدكتور مرسي سعد الدين الله يرحمه شقيق بليغ، قال لي بليغ كان سايب 16 لحن جديد محدش شافهم قبل رحيله. فبليغ الحقيقه كان عنده فيض. استاذ وجد الحكيم الاذاعي الكبير كان يقول لك بليغ ده بيمشي يدلدق مزيكا كتير، يعني عايز اقول لك يعني الراجل كان ربنا مديله، كان نهر متدفق ربنا مديله، لدرجه انه كان ممكن يقعد يشتغل في 5 الحان في نفس الوقت. ودي موهبه ما حدش يقدر يعملها. انت عارف كل ملحن لما بيشتغل في لحن متفرغ له، هو عايز يركز في اللحن ده. لا ده كان ممكن يشتغل في 5 الحان في نفس الوقت ويطلعوا كلهم الحقيقه كل واحد لوحده. فده يعني دي حاله استثنائيه، يعني ده موسيقار استثنائي الحقيقه. وانت بتتكلم على 1500 لحن وحقوقه الاداء العلني اللي بتروح له، ده مفروض يبقى يعيش مرفان حتى مماته. لكن معلوماتي ان بليغ حمدي مات فقيرا يعني خالص. موضوع الفلوس ده بالنسبه له ما اخر حاجه يفكر فيها حكايه الفلوس دي. انا عايز اقول لك بليغ كان عنده كل الشقق اللي كانت عنده كانت ايجار. يعني عايز اقول لك مثلا كان في اسكندريه له شقه كان واخدها من الست ليلى مراد. كانت صرفت منه مبلغ وما قدرش تسدده، فقالت له انا عندي شقه في اسكندريه خدها. فكان انت يعني دي فوق سان جيوفاني، ده شقه على البحر، حاجه عظيمه جدا، كوبري ستانلي النهارده، والمطعم يعني كان عايزين يجددوا وبتاع، فعرضوا على بليغ حمدي يعني اكتر من مليون جنيه عشان يسيب الشقه. مليون ده كان رقم مذهل، فقال لهم لا، ما رضاش يسيب الشقه. هو كده، هو يعني ازاي يسيب شقه بتاعت ليلى مراد؟ ما كانش بيعمل حساب الفلوس خالص، دي اخر حاجه يفكر فيها موضوع الفلوس. طب اقول لك على حكايه الحقيقه يعني سمعتها من استاذنا الاستاذ جميل المغازي المخرج التلفزيوني العظيم. هو اخرج لبليغ برنامج تلفزيوني انتاج بليغ اسمه جديد في جديد، كان سجله في ابو ظبي، وجاب بقى فيه كل نجوم الغنى في العالم العربي، وحتى ليلى مراد رجعت وكلهم سجلوا معاه. وبعدين استاذ جميل بيقول لي رحنا الكويت انا وهو عشان يبيعوا للتلفزيون هناك، فقابله وزير الاعلام، فالراجل رحب جدا ببليغ، قال له استاذ بليغ انت طالب كام في الحلقه؟ قال له 3000. فالراجل الوزير رمضى 3000 دينار، فجي رئيس التلفزيون جري قال له استاذ الوزير هو يعني 3000 دولار، الدينار كان ب 3 دولار، فدي فرق كتير الحقيقه. فقال له لا خلاص انا مضيت. فانت بتتكلم كان بليغ هياخد مبلغ خرافي. فالوزير بيساله بيقول له انت قاعد معانا كام يوم؟ قال له اسبوع. فقال له طب انا عيد ميلاد ابني يعني يوم الاربعاء، ما تيجي وبتاع، بس لو اكد عشان هعزم الناس على يعني على شرع يعني تكون انت موجود يعني. تاني يوم بليغ سافر مصر والصفقه باظت. ليه؟ وطلع في دماغه وسافر. يسافر. فلا يعني حكايه الفلوس دي يعني قصص. يعني الاستاذ محسن الخطاب ده كان صديق بليغ هناك يعني، وكان صاحبه اكتر يعني اقرب حد ليه هناك. فبيقول لي كان بليغ له فلوس في اليونان، فروحت جبتها له فحوالي 15000 دولار، فحطهم في جيب اللي كان لابس على عباءه مغربي حرير كده، فحطهم في الجيب. فبيقول لي تاني يوم خدت الغسيل ورحت يعني اديله المغسله، فلقيت الفلوس زي ما هي نسيها في العبايه. فدي اخر واحد يفكر في الفلوس الحقيقه. هو دماغه كله مزيكا يعني، هو يعني انت بتتكلم في واحد دماغه كلها مزيكا. هو حاله فريده استاذ ايمن، فريده موسيقيا وانسانيا. طب على المستوى الموسيقي يعني هو مجدد للموسيقى بعد سيد درويش مثلا؟ بص يعني في عبقره في الموسيقى العربيه، انا لسه اقول لك كان امامه عبقره، العبقري محمد عبد الوهاب جدا. بس خليني اقول لك بليغ عمل حاجه يعني متفرده، اللي هي ان هو خلى الغنى كالماء والهواء متاح للشعب. استاذ عبد الوهاب لما تقعد تسمع بس ما تغنيش، الحان عبد الوهاب صعبه. انت في حضره عبد الوهاب، هو ورياض سنباطي، انت تقعد تسمع دي حاجه يعني، انت في حضره يعني الاساتذه يعني. في بليغ لا، انت تغني معاه. انت لما تيجي تسمع مثلا انساك يا سلام ام كلثوم، انت بتغنيها بسهوله لان اللحن بسيط جدا وناعم جدا، ويغريك ان انت تغني مع ام كلثوم. قبل بليغ حمدي كنت تسمع ام كلثوم،
بعد بليغ حمدي تغني مع ام كلثوم. طب ما تيجي نسمع حته. يلا انساك. يلا انسى ده كلام انساك يا سلام انسى ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا أم كلثوم بشخصيتها كانت برضو متحفظة ما بتسمعش بالتجديد الكبير رغم أنها ملت لي وعايزة تجرب كشاب يعني بس أنت تجيلي بس الجنون ده يعني ليه حساب لكن له مواقف مع أم كلثوم اتسمت بالجنون. بص أم كلثوم كانت ست ذكية جدا هي مش جايبة بليغ حمدي كده يعني اعتباطا لا أم كلثوم فترة من يعني الفترة دي كانت بقالها حوالي 40 45 سنة بتغني ففي جيل جديد ظهر جيل ده خده عبد الحليم حافظ مطرب الشباب في الوقت ده فهي عايزه توصل للجيل الجديد هي جيلها الاجيال بتاعتها موجوده اللي هم السميعه بتوعها موجودين بس هي عايزه في جيل موجود اهو الشباب عارف اللي هو في فئه عمريه جديده هي عايزه توصل للجيل ده تجيبهم ازاي لازم حد منهم فجابت بليغ فبليغ هو على فكره بليغ جدد شباب ام كلثوم جدد شباب ام كلثوم ام كلثوم كانت وصلت لمرحله ان هي خلاص وصلت يعني ايه هتضيف ايه تاني يعني بعد شغل الصنباطي والاصابجي ايه تاني ممكن تجيب شاب 26 سنه هيدعي اداها ان هو وصلها للشباب الالحان سريعه الحان فيها بساطه الشباب بدا يسمع يعني مثلا انت بتتكلم مثلا دلوقتي بنسمع انساك انساك دي اغنيه كان يعني بالنسبه للغنى القديم تعتبر شبابيه وبليغ الحقيقه عمل لام كلثوم شغل يعني فعلا جدد شبابها انت بتتكلم مثلا في سيره الحب دي كانت يعني انا بعتبرها انقلاب في تاريخ الموسيقى ليه على مستوى اللحن البليغ عامل فيها مجموعة مقامات ومجموعة شغل الحقيقة يعني شيء خرافي وكان أول مرة في تاريخ أم كلثوم يدخل الأكورديون الأكورديون ده كان مرتبط في الفترة دي بالأفراح العوالم بقى والأفراح والرقص في أغنية سيرة الحب فاتفق مع يعني عازف الأكورديون الجميل الأستاذ فاروق سلامة قال له يا فاروق أنت هتيجي هتعمل سولو في الأغنية فالاستاذ فاروق راح على البروفه بتاعت ام كلثوم شافت واحد داخل باكورديون شايل اكورديون فاعتقدت ان هو داخل غلط انت يا ابني راح فين قال لها الاستاذ بليغ ده هنا بروفه انما مش فيش فرح هنا يعني. فبليغ جه جري قال لها ست بس في سولو الاستاذ فاروق هيسمعه لك قالت له سولو ايه طب ما ناقص تجيب رقاصه كمان يعني ما هو يعني ده فرح فلا لا لا فقعد سمعها يعني غيرت رايها تماما لما تسمع السولو الكورديون في سيرة الحب شيء مذهل الحقيقة نقدر نسمع يا شباب نشوف حتة من سيرة الحب بليغ حمدي وسط كل ثرائه الغنائي ده لما قرر يتجوز الفنانة الكبيرة والمطربة وردة الجزائرية قصة كبيرة
ولكن انتهت للأسف بالانفصال. بعد الفاصل وردة الجزائرية وبليغ حمدي مع ضيف العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن الحكيم. قصة كبيرة جمعت بين الموسيقار الراحل بليغ حمدي وزوجته أو طليقته فيما بعد الفنانة الراحلة وردة الجزائرية. تحدثنا عنها أيضا الأستاذ أيمن الحكيم. بص، بليغ حب وردة قبل ما يشوفها، قبل ما يشوفها خالص حبها من الصوت. كان له صديق اسمه الأستاذ أنور منسي، ده كان عازف كمان شهير وكان متجوز صباح، وكان مرة في لبنان وهو راجع جاب له شريط، قال له بنت صغيرة هناك بتغني أم كلثوم، فجاب له يا ظالمني بصوت وردة. نعم. فلما بليغ سمعها قال لك ده صوت هايل، لا نفسي اللي حلها، وحب الصوت من قبل ما يشوف وردة. هي حبت بليغ من قبل ما تشوفه، وهي بنت صغيرة طالبة ثانوي في باريس هناك عايشة مع أهلها هناك، دخلت شافت فيلم الأستاذة الخالية فوقفت قدام لحن تخنوه، مين اللي عامل اللحن ده؟ فهي قالت لاخوها لو نزلت مصر لازم اروح للملحن ده ولازم اتجوزه. يعني فهي منشن على بليغ وهو منشن عليها. ما تقابلوا في فيلم ألمز وعبد الحمولي لحن لها، فبدات هذه القصه الحب العظيمه اللي استمرت 7 سنوات. هي اتقطعت لانها اتجوزت جزائري وسافرت واختفت ل10 سنين، ولما رجعت طبعا كان الرئيس أظن بن بيلا، كان في الرئيس الجزائري في العيد العاشر للتحرير، قال الوردة لازم ترجع تغني عشان هذا يعني الحدث يعني. فرجعت وبليغ شافها بقى هناك، لما شافها كتب العيون السود، هو اللي كتب المطلع المذهب، هو اللي كاتبه لما شاف وردة يعني وعملت ايه فينا السنين، فتجدد هذا الحب. ودي كانت الاغنيه دي كانت عربون، يعني مش عربون، ده المهر بتاع وردة. قالت له لما ارجع مصر انا عايز اغني الاغنيه دي. فلما رجع مصر سمعتها الست نجات فشبطت فيها، لازم اخد الاغنيه دي وخدتها. فلما وردة رجعت فراح لنجات جارتي سيبيه الاغنيه، لا انا هغنيها وبتاع، ورفعت عليه قضيه، بس هو صمم من وردة هي اللي تغنيها لان ده يعني الحبيبه يعني. فتجوزوا 73 اول 73 واتطلقوا 79. في هذا الفترة الحية كانت وردة محتكرة بليغ وخدت منه أجمل ألحانه. لحلها كم لحن؟ حوالي 100 لحن. أجمل أغاني وردة تقريبا هي يعني هي كده نسبة، هي نمرة واحد في ألحان بليغ، في ألحان مقارنة مثلا أم كلثوم، شوف كل العظمة دي هم 11 لحن.
100 لحن الورد 10 اضعاف ام كلثوم. لا ما هي في البيت يعني هي هتلحن يعني وكان عبد الحليم متضايق من الحكايه دي الفتره دي. عبد الحليم كان متضايق بيقول له بليغ يعني خدتك مننا يعني فين فين شغلك. فهي كانت هي هو يعمل لحن اول حاجه يعرضه على ورده. ما ورده برضو طلعت له اغنيه كل يوم ناس ما هي سيرتنا اولاد الحلال كانت قصدها عبد الحليم. عبد الحليم فكان بينها مشاكل يعني هي احتكرت بليغ في الفتره دي. وبالمناسبه علاقتهم استمرت حتى بعد الطلاق. بليغ برضو كان على اتصال بيها دايم الحقيقه. عايز اقول لك لما بليغ سافر بعد الحادثه العجيبه دي كان معاه لحن وطني كان هيعمله لي في عيد الشرطه. وكان يعني مشرف على الحفله كان اللي هو زكي بدر. انت عارف زكي بدر وزير الداخليه يعني ما كانش حد يقول له لا يعني. فبليغ سافر فهم عاملين حسابهم على اللحن ده يتغنى في عيد الشرطه. فكلم بليغ. هو بليغ هربان انت عارف بحكم القانون بليغ هربان من الشرطه يعني العداله. فكلمه قال له اللحن يتعمل. فقال له ساعتها اللي هو اصل في مشاكل في الكلام. كان الكاتب الكلام كان اللي هو ابراهيم موسى ده كان حد من يعني كان عميد شرطه يعني. قال له اعمل في الكلام اللي انت عايزه بس انا عايز اللحن. فعمل اللحن. طب مين يغنيه؟ قال له ورده. وبعت لها النوت والحاجات وغنيتها في عيد الشرطه. قال في عيد الشرطه واقف يعني اللحن لواحد هربان يعني بحكم القانون كان بليغ هربان. وزير الداخليه هو اللي اتكلم. هو اللي متابع اللحن. ايه قصه الحادثه؟ ايه الجديد اللي فيها؟ والله ده من سوء حظ بليغ. بس هو طبعا يتحمل جزء كبير من المسؤوليه. بليغ كان فوضوي. فوضوي بمعنى يعني الدنيا تضرب تقلب ما هو ملوش دعوه. البيت بقى الناس كانت تروح البيت وكان عنده طباخه الحقيقه اكلها عظيم جدا. فكانت الناس تروح تاكل وتشرب وحتى بليغ مش موجود يعني مش مشكله هو موجود حسابه. طبعا ما هو بيروحوا ياكلوا ويشربوا وبتاعه يعني خلاص هم خدوا ده بدور العمده يعني. فبليغ ما كانش بيقول لحد لا وكان بيتحرج يعني. ممكن يعني انا عايز اقول لك مثلا حكى لي الاستاذ محمد سيد محمد الشاعر ويعني صديقنا الكاتب الساخر قال لي مثلا انا مثلا قاعد معاه ومعانا حد مثلا فهو مش عايز يتكلم الحد ده يعني مش عايز يتكلم قدامه. فيروح المكتب يضرب مشوار للمكتب ويكلم محمد من هناك بالتليفون يقول له تعالى للمكتب عشان مش هنعرف نتكلم في البيت لان محرج يتكلم قدام التاني. فهو بليغ كان يعني عنده حته الكسوف دي فظيعه جدا. ففي الليله العجيبه دي عنده حفله في البيت وعنده ناس يعني وكان في ضيوف مهمين جدا يعني. كان مثلا الاستاذ بهجت قمر كان موجود الشاعر والكاتب المسرحي المهم الاستاذ كامل بيطار الاذاعي المشهور. كان في اسماء يعني ناس محترمه يعني جدا وسهرانين وفي ضيوف عرب. كل الناس مشيت ما عدا عبد المجيد اللي هو صاحبه درجه الاعمال السعودي والست اللي هي المغربيه دي سميره مليان قاعدين يتخانقوا عندهم خناقه. فدخل جوه يكملوا الخناقه فاتخانقوا فضربها يعني. فواضح ان هي ماتت. يعمل ايه في هذه الورطه؟ هو طبعا مش عايز مش عايزين يصحوا بليغ. فكلم حد صاحبه كان لواء شرطه فقال له نعمل ايه؟ اللي هو شرطه على المعاش يعني كان يعني ساب الخدمه. قال له استنى اما اجي. فلما راح له قال له لا احنا هنلفها وننزلها ونرميها تحت في كانها رمت نفسها. وبعدين صحوا بليغ. كل ده بيحصل وبليغ نايم هو ولا في دماغه. كان عنده لحن الصبح يسجل لحن لست نجات. فصحوه ايه في ايه؟ فقالوا له الست رمت نفسها. فالراجل هرب عبد المجيد هرب. طب هو التهم بايه بليغ اذا كان نايم؟ الحقيقه كانت التهمه بالنسبه له فظيعه جدا وكان شايف انها تهمه عره. كان سماها تهمه اللي هو عره تسهيل دعاره. دي بالنسبه له يعني قال لك لو عيب. لو لا قال لك لو التهمون ان انا حرامي ممكن نصاب ما فيش مشكله. انما تسهيل دعاره دي يعني مساله صعبه قوي على نفسيته الحقيقه. صدر ضده حكم بالحبس في 10 فبراير 86 خالص. هو عارف ان في حبس فسافر. فقعد 5 سنين دول دمروه. فانا عايز اقول لك يوم صدور الحكم بحبسه دي بليغ مات. اعلان الوفاه في 93 كان متدمر الحقيقه. الحكم صدر في 9 فبراير 86. فبراير 86 فبراير 86 قعد في المنفى قد ايه؟ 5 سنين 86 رجع بقى 90 بس ظل يلحن في كان بيشتغل هناك جدا شغال وعمل شغل كتير والكل كان بيسافر له ميادة الحناوي كان بيسافروا له ووردة غنت له هناك وعمل لها بودعك اللحن الشهير ده عمله هو هناك. و بتتكلم على مياده ولحن كتير ويعني كان بيبعت شغل وعفاف راضي لحن لها وهو هناك رغم البعد عنه. قصته ايه مع عفاف راضي؟ بص دي قصه عجيبه الشكل وانا سمعتها من استاذي الله يرحمه الاستاذ رجاء النقاش لانه كان طرف في القصه.
كان عاصي الرحماني في مصر، وهو عاصي صاحب رجاء النقاش، وكان من ضمن الـ يعني البرنامج بتاع الزياره ان هو يروح الكونسير الكونسرفاتوار معهد الكونسرفاتوار في مصر. فهناك عملوا له حفله وقدموا له، كان اشهر بنت هناك طالبه في المعهد عفاف راضي، فسمعها بتغني غربي في الكونسير، ما فيش غنى شرقي، بتغني اغاني غربيه. فبعد الحفله قالت له استاذ عاصي انا بغني شرقي، فقالت له سامعيني، قالت له لا اعترفت ممنوع الغنى الشرقي في الكونسير. قال لها طب اسمعك ازاي بتاع. فالمهم لما راح لرجاء قال له ده عندكم بنت عظيمه جدا، دي ممكن تبقى فيروز مصر، ازاي بتاع، فمين اسمها ايه؟ فيا رجاء كان يعرف اسرتها لان من اسره فنيه، اخوها المخرج محمد راضي. فالمهم كلموها وجت وغنت في حفله خاصه، فرجاء تبناها جدا وعمل لها ندوه في الكواكب، جاب لها كل ملحنين مصر، الموجي وفريد الاطرش وكمال الطويل، بس كلهم قالوا ده صوتها اوبرالي، صوت غربي، ما ينفعش تغني غنى شرقي. يا جدعان يعني ما يصحش كده، ده عاصي الرحباني يعني كان يعني نفسه ياخدها معاه تغني هناك، وكان نفسه فعلا يضمها للرحبانيه هناك. فرجاء الحقيقه كان يعني الحقيقه يعني مكتئب، يعني ازاي الصوت العظيم ده ما حدش يعني. فسمع انها بليغ فبعت لها وسمعها وقرر يتبناها وعمل لها رد السلام. دي اول اغنيتها، اول اغنيتها دي اللي انفجرت بقى، انفجرت. وعمل حاجه الحقيقه كانت جديده بالنسبه لبليغ، اولا قدمها في حفله لعبد الحليم حافظ. كان في حفله عبد الحليم، فهو قدمها قبل فقره عبد الحليم. وهو بنفسه لقاد الفرقه الموسيقيه، مصر كلها بعديها كانت بتغني رد السلام. انا سمعت من الاستاذ هيكل ان الرئيس عبد الناصر سمع عفاف راضي في الراديو وقال ازاي يبقى عندنا فيروز في مصر وما نديلهاش مساحه، وعبد الناصر هو اللي طلع القرار ان كل الاذاعه المصريه تسيع اغنيتها. تمام. وبعد اكتشاف وعمل لها اجمل شغلها، يعني اجمل الحان عفاف راضي الحقيقه يعني. وهي تخيل بقى اغاني عايشه لحد دلوقتي يعني. انا احب اسمع رد السلام، رد السلام هوا يا هوا، ولمين يا قمر. طبعا يعني لا، والحقيقه هو يعني بيلحن لكل صوت على مقاسه. لما تشوف مثلا ميادة الحناوي، تشوف شادية، تشوف نجاة، كل واحدة بيعمل لها كل لحن على مقاس صوتها، مش في المطلق يعني. هو بيلحن وبعارف الصوت مين اللي ليه في الصوت في الأغنية دي. أنا عايز أقول لك مثلا في بعض الأغاني كان نفسه في بعض الناس تغنيها، وكان يعني حزين مثلا يعني في، أنا كنت أفتكر لك أغنية دلوقتي عدوية غناها. هو لحن العدوية. لحله يعني. انا عملت مسرحية عن بليغ في مسرح البالون، كان اسمها سيرة حب، وكان في اغنية شعبية اسمها يعني الحقيقة يا اختي اسمالطين، دي اغنية شعبية جدا. فانا مرة كنت عند عم احمد عدوية فبقول له يا اخي الاغنية دي غريبة جدا، بليغ عملها لك ازاي؟ قال لي مش كان عاملها لي، ده هو جه في خطوبتي انا ونوسة اللي هي مراته، فجاب الاغنيه دي هديه ليا، يعني عامل الاغنيه هديه لي، يعني اغنيه جميله جدا الحقيقه. مليتين واحد يعني هو لحن كمان لعدويه. وعامل له لانه كان شايف ان صوته حلو. والقمر مسافر، يعني قصدي القمر مسافر دي كان من اشهر اغاني، كان نفسه نجاة تغنيها. وبعدين نجاة قالت له الاغنيه كئيبه قوي، يعني مش كئيبه، الاغنيه فيها يعني كاتمه قوي، فما رضتش تغنيها. تعالى نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف قصة بليغ وسيد النقشبندي وبليغ وحليم.
عبد الحليم وبليغ، قصة ينبغي أن نسمع بعض منها. تفضل أستاذ أيمن. تجربة الحقيقة يعني الحقيقة مدهشة جدا. أول لحن عمله بليغ لعبد الحليم كان تخنوه، وما كانش عمله لعبد الحليم أصلا، اللحن كان عمله ليلى مراد، وبيعمل بروفة عن اللحن في معهد الموسيقى بفرقة صاحبه وكان الأستاذ صلاح الرام الله يرحمه. فهما بيعمل البروفة وبليغ مش كانش موجود، فعبد الحليم معدي فسمع اللحن. يا صلاح ايه اللحن ده؟ قالوا ده لحن البليغ عاملينه ليلى مراد. فقال لهم ولا ليلى مراد ولا اللحن ده بتاعي يا عم. ايه بس؟ قال له فين بليغ؟ قال له على وصول. قال له هات وتعالي لي مكتب رمسيس نجيب. المكتب كان قصاد المعهد. فصلاح واقف على الباب مستني بليغ، خده وراح المكتب. فراح هناك لقى بقى كل عبد الحليم ورمسيس نجيب وكل الشله. فعبد الحليم قال له يا بليغ اللحن ده بتاعي. قال له لا يمكن، على جثتي دي ليلى مراد، وانا نفسي الحن لها اصلا، يعني هو عامل اللحن ده هو نفسه يعني يتحط اسمه كده مع ليلى مراد. فعبد الحليم بذكاء شديد تليفون وقام يكلم ليلى مراد. ست انا عارف بقى طريقه عبد الحليم، ست ليلى وبتاع، والاغنيه دي محتاجه في الفيلم وهي مهمه جدا في الدراما وهي مش عارف ايه، فاديني بليغ. يا بليغ خلاص ادي يعني اللحن بتاع عبد الحليم. يا ست خلاص خلص. عبد الحليم خد اللحن ولحن جبار، انت بتتكلم اول لحن سنه 57. وبعدين عمل له بقى يعني الحان في افلامه، مثلا خساره خساره، اول مره تحب، لا تاريخ طويل. بس من العلامات الفارقه عند بليغ حمدي علاقته بسيد النقشبندي. ايوه. والتواشيح يعني عمل له كم تواشيح؟ 15. بس خليني اقول لك يعني معلومه لطيفه. بليغ في لحنين، واحد لحنه بقرار ملكي، قرار ملكي، وواحد لحنه بقرار جمهوري. يعني غريبة. القرار الملكي أغنية بهية اللي غناها يعني الأستاذ العزبي، دي بليغ الملك الحسن. الملك الحسن قال له بليغ ما تلحن، الأستاذ العزبي صوته جميل ما تلحله وبتاع، فاداله أغنية بهية. فده كان أغنية محمد العزبي. العزبي فأغنية بقرار ملكي. في أغنية بقى بقرار جمهوري من رئيس السادات. السادات كان صاحب بليغ وكان بيحب بليغ جدا وبيحب النقشبندي. ده كان بيجيبوا القصر ويقعدوا ويقعد لان السادات كان سميع ويدندلوا على العود وبتاع. في فرح بنت السادات، السادات من وحي اللحظه كده قدامه بليغ ولقى جنبه السيد النقشبندي. فجات له الفكره، يا بليغ يا شيخ سيد فاجوم يا بليغ ما بتلحنش ليه الشيخ سيد؟ قرار صدر وقام نادي الاستاذ وجدي الحكيم اللي زعل كبير، يا وجدي تابعهم وبقول لي بقى الاخبار ايه. فخلاص ده قرار الرئيس. ده سيد النقشبندي هو اللي كان رافض. ما هو رفض، ما هو بعديها رفض، راح انا يقول لك انزل اترقص حكي لي الاستاذ وجدي. قال له يا وجدي انا راجل بتاع قران وراجل شيخ، انا مالي وبتاع بهية وعدويه دول، انا مالي ومال العوالم دول، انا راجل بتاع ربنا. لكنه عمله. فقال له يا شيخ سيد ما ينفعش نقول للرئيس السادات انت رفضت هيزعل. ده اللحن الاشهر. فتعالى تعالى بليغ هيعمل لك اختيارات وتعالى اسمع هو عامل لك ايه، وانت لو رفضت خلاص هنشوف يعني اي حل ونبلغ الراجل. فلما راح سمع بقى اللحن مولاين ببابك، مسك في بليغ قال له ده ايه العظمه دي. وبعديها عمل له كام لحن؟ عمل له 15 لحن، بس اللي اتشهر منهم مولاي. نسمع. مولاي اني ببابك، مولاي اني ببابك،
يبقى من الأغاني العاطفية رومانسية، أغاني دينية توشيح، بليغ أيضا كان ليه بصمة كبيرة في الأغاني الوطنية. طبعا قصتها إيه؟ الأغاني الوطنية الأصدق، الأصدق أنا بكرر الأصدق اللي إحنا بنرددها لغاية دلوقتي لأنه بليغ عاملها من قلبه ومصدقها. إدينا أمثلة نفكر السادة المشاهدين. يعني مثلا يا حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر بتاعت شادية بليغ، لغاية دلوقتي تقدر تسمعها في أي وقت. ونشيد المعركة بسم الله. بسم الله طبعا ده عملوا يعني يوم الحرب، يوم الحرب، يوم الحرب كان لسه متجوز وردة، كان لسه عريس، خد وردة والعود وراحوا لمبنى الإذاعة وعمل لها على الربابة، على الربابة وهو في المبنى. على فكرة الأغاني دي بليغ عاملها على حسابه، على حسابه يعني اشترك كلمات مش يعني بابا شارو كان رئيس الإذاعة قال له بليغ ما عندناش ميزانية للأغاني، قال له مش محتاج ميزانية، أدي تنازل أهو وأنا متحمل تكاليف الغنى اللي هي الكلمات واللحن متنازل عنه، والفرقة الموسيقية أنا هدفع ثمنها. فعشان كده هو مصدق، هو راجل وطني يعني، هو عاملها لحب البلد مش منتظر حد يديله مقابل. وظلت هذه الأغاني فعلا اذا جت سيره اغاني وطنيه عايشه معانا. اكتوبر الشهر الجاي هنقعد نسمع الاغاني دي طبعا. تعالوا نشوف شاديه في حبيبتي يا مصر. والعزم اتولد ما شافش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل صغران العزم اتولد ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. هل تجوز المقارنه بين فنان وموسيقار كبير بحجم عبد الوهاب بفنان وموسيقار كبير بحجم مليك حمدي؟ طبعا الاستاذ عبد الوهاب قيمه كبيره جدا، راجل عبقري من يعني فعلا من عظماء الموسيقى يعني. بس الاستاذ عبد الوهاب تحس ان انت يعني يغني في صالون، صالون شيك ويعني حاجه راقيه جدا. بليغ غنى الشارع، نزل الاغنيه للشارع يعني اي حد يغني الغنى يعني. فالحقيقه بليغ اكثر ارتباطا بالناس، اكثر ارتباطا بالشارع المصري، عشان كده الناس يعني تحس ان الغنى بليغ ده اقرب ليها يعني. باقي لي سؤالين قبل ما اختم. في الحان لسه رحل بليغ ولم يتم غنائها؟ والله كل شويه يظهر لحن جديد يعني. انا من فتره كده كلمني المهندس اسامه فهمي ابن اخت بليغ وكان وكيل الورثه، قال لي احنا لقينا لحن بليغ عامله اغنيه وطنيه 12 دقيقه وتليق على صوت الاستاذ علي الحجار وعلي من تلاميذ بليغ. يعني الحقيقه كلمته رحب جدا، والاغنيه كانت محتاجه اعاده توزيع، محتاجه شويه تظبيط في الكلام، والاستاذ علي تحمس ليها جدا واتمنى ان هي تظهر في يعني اكتوبر الجاي. اديتها للفنان علي الحجار بيشتغل فيها الحقيقه. طيب وانا بختم معاك، عايز تقول ايه عن بليغ وتتمنى ازاي نكرم هذا الموسيقار الكبير؟ بص، هو الشعب كرم بليغ حمدي يعني لغايه دلوقتي، كل يوم الناس بتسمع اغانيه وبتترحم عليه. بس نفسي يبقى في تكريم كمان رسمي يعني برضه حكومي. ازاي؟ يعني اولا اتمنى ان هو مثلا يتكرم في احتفالات اكتوبر. يعني الراجل انت بتتكلم دلوقتي عامل اهم الغنى الوطني بتاع حرب اكتوبر، غنى المعركه ده صحيح. اللي عامله بليغ. ثانيا بليغ كان مكتبه في 34 شارع بهجه علي في الزمالك. ده كان المكتب ده كان مشهور جدا في الزمالك، مكتب بليغ حمدي، وكان قدامه ميدان. الناس كانت مسميه الميدان ده ميدان بليغ. ولما بليغ طبعا الشقه اتاخدت والمكتب يعني خلاص بقى في خبر كان، الناس في اجيال جديده يعني نسيت. فانا بطالب محافظ القاهره وانت ليك الحقيقه يعني نفوذ يعني على الساده المسؤولين، ونفسي يعني تتمنى. انت بتتكلم عننا؟ ايوه طبعا غلبان. لا ازاي؟ فيعني اعتقد لو منك من محافظ القاهره ان احنا عايزين الميدان اللي قدام مكتب بليغ حمدي في 34 بهجت علي في الزمالك يبقى اسمه ميدان بليغ حمدي. ودي مساله مش هتكلف حد حاجه يعني، دي مساله بسيطه جدا وتكريم لهذا الموسيقار المصري الكبير. كل الحكايه تحط يافطه ده ميدان بليغ حمدي، لانه الميدان كان مرتبط باسمه، والشارع نفسه كان اشهر شارع في الزمالك لانه كان بليغ له مكتبه في الزمالك. يعني رغم مرور قرابه 3 عقود لسه ما حدش فكر يسمي حاجه لبليغ؟ للاسف
فدي ابسط حاجه ان احنا نسمي الميدان ده ميدان بليغ حمدي، وده الراجل يستاهل. وبعدين له يعني له سبب، لان ده كان مكتب بليغ وده كان اسمه ميدان بليغ حمدي كمان. اجمالي عدد الالحان اللي لحنها بليغ دي تم احصائه حوالي 1500، بس انا اعتقد انهم اكتر من كده. اكتر لان بليغ كان بيعمل حاجات وما يسجلهاش، ما يعني ما انت بتقول لي كان بيفتح في خمس الحان وكمان كان في اغاني بيكتبها هو كاتبها وينسبها لحد تاني، ممكن يعني من كرم العجيب بتاعه ان هو ممكن يكتبها باسم يعني شاعر تاني. فيعني الله يرحمه، ده موسيقار مصري جميل وعظيم ومش هيتكرر. نتمنى ان يتكرر. نتمنى. كل التحية ليك صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أيمن الحكيم، غرد معنا على أنغام وألحان العبقري بليغ حمدي. أشكرك شكرا. أشكرك أنا أشكرك. شكرا سلام. حلقة انتهت معاك، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله الساعة 8 مساء.